وعلى سؤال دكتور صح؟ شلون 3000 فين؟ صفحة اللعبة إن شاء الله. فين يا مش ابن الملايين؟ ايه فين يا ابن الملايين يا ابن؟ باخدها من الاكونت بتاع شوبو بس تعالى أنا مالي يا ريمبي؟ يا صاحبي بقى، صاحبي بقى انت عامل يا صاحبي. مسا مسا عليك أحمد إبراهيم، إيه الأخبار يا زميلي؟ نورينا يا رجالة، عيد ده ولا إيه؟ لا مش وحيد البلاد، أنا واحد صاحب وسام. عيد يعني ازاي صعب ابقى وحيد وفي نفس الوقت عندي اصحاب؟ ني بس سالي بنفسك ازمي براني شغالين عند ابوك احنا عند ابوك تاخدوا انت عطوس تعرف ده ايه. شكرا شكرا يلا عفو. جو 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 يا ستار يا رب. وابعت لك والله ايش سيبها ازاي لا يا والله سلفت يا جدع؟ الو ما السلام عليكم، بيبعتش، ابعت انا اللهم تبارك ابعت الله. انا السلام عليكم احمد اشرف ايه كانديل كانديل رنديل اسمه عندي اي هو قال لي كده اي أبعت لك كم صم؟ يعني 100 200 500 كده يعني. حاضر بعت لك 500 صم. مال سايب ده؟ مال سايب 50 مليون؟ انا بيومي 50 مليون، فاخد 100 زميلي، انا اللي بلعب. مين بيرن؟ الحبايب متجمعين مع بعض، حبيبي عيوني، جميل انت الكل احنا اللي غبي. جبت. ابيض عليك يا ابو احلى ابيض يا ابيض. اوكي نبات خمسين دول مش هكفوا معانا 10 دقايق. 10 دقايق في ناس لو سمعت الكلام ده يوم عليه. ليه ده؟ انا سمعت انك خسرت 2 مليار امبارح، 3 ثمانية مليون صح؟ مليار. صرت 8 مليون يا ابني انت. يا قلبي دليفري دليفري سنوات. بتفرج عم ميوتي لا ولا اي زي امبارح. زميلي النهارده في توزيع زميلي، وفي كود في هبره كده يعني، في كود حبايبنا كلهم هيستلموه. في فلاش ميت هيجيبنا واحد يبر هبرايا دلوقتي. انت بتعمل تشيك على ايه؟ ما خلاص ما اللي معاه فلاش كسب الجيم. محدش معاه فلاش، الراجل هناك على الصعيد الاخر قاعد ممكن الايس، فاهم؟ حكم الاول والله مح. انا قلت لك عليكم السلام يا زميلي وروقت عليك، وقعدنا نتكلم على اسمك ساعه. عندي الفيه عندي كبرت الموضوع ليه كده؟ الله معناكم يا جدعان، معناكم لا وانا اتعصبت على الراجل وقفلت في وشه كنت عديله بلوك كده هون درع ليه كده؟ عشان رن وكنسلت احيانا تاني. ازاي ده تسيب والله؟ افتكرت زبون بقى ايوه افتكرت زبون يا باشا.
ايوه بص بقى فردة، اس هتنزل دلوقتي هتقلب الترابيزة باشا. انا مش بياع فجل يا باشا، مش بقى فجر، انت بقى ايه؟ جرجير جرجير. جيب ميدي عزمين انزل يا احمد الله يدك. احنا يعني طب زي ما بقول قلت لك ايه، ما تبعت لي صاحبي ايه ده صاحبي عشان نعرف نتواصل مع بعض على طول. بس مبقاش حد بقى بعت لك الاي دي وريت لي بقى بليز وبتاع واللي ده بقى تليفين الزفت. على الديسكورد. بقى تقول لي بليز ملايين ومش بتاع، مش كده انا مش حاجه بقى. مساء منور اتفضل يا سمير، محي يا محي، منور يا قلبي. قلت لك لايكات يا رجاله، الناس اللي تيجي لايك وشير وظبط حالك كله عشان النهارده ايه في توزيع نضيف. قلتلك اوكي، يلا بينا. ابو 10 ابوها بقى أم 10 أمور، تعالى يا عم، دي سرعة. تعالى أم 10 أمور، تعالى. تعالى تيجي معايا ولا لأ؟ انا بعتلك انت ما قلتليش صح، وقت تاني انا ما قلتليش، انا هجيبك من فوق دلوقتي. هترك انت قاعد مرزي جنبي ده. ايوه انا قاعد مرزي جنبك. وانت ليه بتغير ايوه اكونت نخش شويه شير ونرجع. الله، الاكونت اللي بيجي في وشي يا عم بلعب بيه. حلو ده؟ كل بعت يخش على لك الشير يا اهو، جدعان، كل يخش على الشير في البدري كده الله يستركم. كل يخش هتقول يا على صاحبي عشان يا الشير صاحبي. وهوبي هالوين معاك يا زميل. يا جدعان الله، بمناسبة الهالوين يا جدعان، أنا معيش فرصة أصلا. يعني بتعمل غير ازاي يعني؟ معيش فرصة حلوة قصدي، يعني اه أنا بلعب عشان أخوفهم بس. معايا دبل كينج بيس وكوين. احا ايه ده؟ اديني حاجة مبرر، حلوة اديني مبرر واحد على في الارض ده. الهلال ده، بيقول لك عليه كارت تبقى معاك ترتيب يا صاحبي. فين بقى؟ كارت ايه ونيت ايه؟ انا عايز فلاش يا زميلي. في حد هيمسح بيها الترابيزة دلوقتي؟ يا مش بقول لك انا، هو في حد لسه والله هقول لك، في حد هتلاقي معاه دلوقتي دبل جاك اوه وقاعد بيكمبر. قاعد ايه بيكمبر؟ بيكام باش. بس مش بقول لك انا، هو الاحبل الايهات اللي هناك ده. خد انت بقى عشان ايه اقول انه ايه ده معاك ايه يلا. عايش حاجة صح، خسرت. أنا كنت بلعب على إن هي آخر ورقة تنزل لي ورقة نضيفة، أنت انت عايزة معاك تنزل لي إيه؟ ايه؟ أي أسير بصراحة. نورس إيه ده؟ ده فول هاوس. نورس إزاي إحنا الاتنين معانا ورقة ده ويجي واحد بالعشرة وولد؟ إيه ده؟ إيه ده؟ عيب كده، عيب والله. انت نورس. الله عايز. انت بتبص على ورق زميلي ومش عايز نبقاش زميلي انت عايزه. والله ما ببص على الورق. انت راجل كداب. على فكرة دي مشكلة، انا بصيت على الورق. لو بصيت على الورق ما كنتش لعبت بالاسامي وانت معاك. انت الراجل الكداب ايه يا زميلي؟ بيصيف ده ما تيجي نصيف ده هتزن للصبح دلوقتي. عملت فول ده معاك ايه بقى؟ مش هتقولي برضو ما معيش ورق، برضو ما نزليش حاجة، الأرض كله زبالة. ما تقوليش برضو، إن شاء الله ما ماشي. ينزلش البحمر تاني، إن شاء الله ما ينزلش. انا كان معايا توبير ما في حد كده كسب ترتيب. لا 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 على الله ده. أنا كسبت 9 مليون. لا والله آه تو يا زميلي ده انا رميته. ده انت بعمل فول ده صح؟ انت هتطلع صلاحيات. تصدق انا كنت هكسب توبير اعلى منكم اصلا، كنت هناخد الجيم ده اساسا اربعة وكوين. تخيل انت اللي كسبان كسبان كان بالاتنين معاه من والكوين، 4 من 10. انت توبير اقل مني، هو كسبان توبير بالاتنين والكوين.
عشان انت صاحبي مش مركز في اللعبة صاحبي. تبقى ايه هو مركز ده في منظر؟ تلعب. هو ده منظر جيبي يتلعب اصلا؟ توزيع اكواد النهارده موحي، شفت؟ ربنا رب اح. هو اكواد وبس يا مؤمن، انا كمان بنت يعني. انت ايه يا عم؟ انا جالي ستريت وخسرت. انا كان معايا ايس وتلاتة الاتنين بلاك كلوفر، معايا كينج وات ايفر، كمان ستريت ميزة بقى، خسرت. ميزة يا صاحبي ان انت تطلع من غير كاميرا، ايه بقى؟ ايه بدل بقى؟ ما تلف الشمال. تقعد تجيب سناكس وتقعد لا سناكس ايه، احنا لسه فاضيين، مكرونة وكفتة ولا لا؟ هتفضلوا معانا الرجال. وجهة نظر تحترم يعني. اتفضلوا معانا يا جدعان. كود الكبير لكام شخص؟ انت عايزه لكام شخص يا سامي؟ عايز لوحده يعني. هديلك الكود ده يا سلام، انت تقول ايه؟ حبيبي حياتي. وانا منزليش ورا ليه؟ فانا معايا دبل كينج وشاكو ايس، وغالبا الطقم كله الله بلاك كلوفر. هريص لك ده عشان اشدك. شغل دماغك انت، بتشغل دماغك انت، خلي بالك. شغل دماغ ازاي يعني؟ شغل دماغ ازاي يعني؟ انا معاك ايه يا وحيد؟ لو معايا حاجة هخبي عليك ليه؟ عشان انت معيش حاجة صح. حكاية الكود ده، كود خراب بيوت زميلي، الفولد يعني. خد اللي خد منها فلوسك. مفيش فلوس بتكون ليه يا أصلا، صاحبي؟ زود. لا مفيش تزويد هنا، اسكت. معيش كروت، في فلاش دلوقتي طرب هينزل على الترابيزة معكش كروز ازاي يعني؟ ما بقى ازود عشان مين؟ عشان نفسك. انا معيش ورق. ما بتريز ليه من الأول؟ انت قلت لي معاك دبل كينج، ممكن ينزل لك كينج. يابا زود. تغلس دماغك. ها شغلش دماغك صح. هو اصلا تقريبا الاكونت ده هناك اوف. معاك ايه؟ انا معايا فردة ايس بس، اطلع على بره. حاضر. مش بقول لك انت احبه، انت عيل احبه والله. طب ما تقول طب معاك فلاش طيب من الاول. طيب بقول لك وفين انا الضحك لما اقول لك؟ فين الضحك لما اقول لك؟ بصش على كروت يا زميلي. ها عم والله ما بوصل، والله العظيم مش بوصل والله. هي ايس وخمسة وعشرة يا زميلي. كده يا زميلي عندك 30 مليون امال امال براحتك، حطهم على حسابك الخرف. ايه القرف ده؟ تمام يا صاحبي، اوبا ازود لك عشان تلعب انت. انت معاك كوره نضيف شكل. شكلك معاك بيت، معاك بيت تقول عشان مرميش. انا فولت اخسر، معيش حاجه. دوس على فولد الاول. ماشي بنور الله، بدعي واقول يا رب. ورق بقى خلينا نسعى. ايش ورا والله؟ يوه اخد الريسك زميلي، معاك ايه؟ هارت وسبيد دبل ودبل. العب. ايه يلا يا معلم، انت ما قلتليش معاك ايه؟ انت قلت لي معاك فلاشات ايه بس؟ انا معيش فلاشات، معيش كروت. طب قول لي يا صاحبي، معيش كروت؟ ما انت ما تعمليش كده، حتى الفلاشات اللي معاك قليله، كان اي حد هيكسبك لو معاه فلاش اعلى منك. هو كيرز، ما حدش كان جايب الفلاش زميلي. لا في كارت بيجيبني كده، كومي ده بوس بيجيبني كده. فقرا معانا يا زميلي، ده احنا هنخرب الترابيزه دلوقتي. ما شفتش حاجه انت؟ اتقل بس، ده انا بسخن لسه الاكونت بس عشان لسه صاحي من النوم بيفوق. احا دورك. احا انا معاك اتنين. اتنين وشايب. هذا بالسبعة يا اسطى.
أحو كم الكوميديا والله. ايه ده؟ انت مش شايب؟ بس قاعد بتمكن انت. ترابيزة فضيت ليه بتلعبوها كده؟ كده يا زميل، ترابيزة فضيت ليه بتلعبوها كده؟ كده. طب ما انت قاعد ب 100 مليون عمك ليه يا استاذ؟ عمك وحيد على الترابيزة، عايز تبقى ايه؟ ما الجرجس هو على كله كسبان بس. بنلاقي مليون في الشارع. فول هاوس من اول، فاهم؟ من اول طعم كده. فولت يلا يا جماعة. زبون انت والله، زبون زبون ماشي يا اسطى، معايا جوز عشاري ومعايا ايس انت، وكوين. زبون انت، زبون والله. والتاني كسب بالدبل سبعة عادي جدا زي السلام عليكم عشان برضو كان في واحد تاني لو ما لو كان لاعب بالدبل سبعة كان كسر. مثلا. الله في خلق يشوفون. الفل عليك ابو شبك الاخبار. واحنا لو شغلنا المروحة هيجرى حاجة؟ ايوه قلنا ما هيجرى حاجة. يجيلك برد. وات كود جورونج يعني. كلام على ايه يا صاحبي؟ كلام على شينات لايكات، الكلام على تفاعل، مفيش تفاعل. لا ضاحي عليكم السلام، منور الدنيا يا قلبي. ايه كسبت 493 ألف. ايه كله معفنة ليه كده؟ مش عارف، ما انا برضه بنزل لكم زي الزفت. مش عارف في ايه زميلي، انا حرانة زميلي ولا ايه؟ عشان اقفل الشيش ولا ايه؟ افتح الشيش. طب يدخل حبة طل كده أحبة. يقولك تعرف الأحبة منين؟ تلاقيها بتداري كروتها كده. ليش يا تقولك صاحبي كروت اصلا معايا يا صاحبي؟ قاعد بيلعب بصابع ايده مش بكروت. وحيد قاعد بكله. وحيد قاعد بملايين كلها. انا لو قعدت ملايين كلها هتخرب. ساعات بتهب معايا كده هوبا. انا قاعد تحت تكييف حران. اكس بود ده عنده تكييف. مصدق الكلام ده؟ I don't give a fuck. وحيد الغالي. أبو بكر حسن عبد رب. صاحب الأيام هتعوز بالتلاحة دي. لا معاك سكة؟ هتعوز نكسر. قوم يا صاحبي، قوم وابعت لي انفيتيشن. بس ان انا كل ايه ده، انا معيش ملايين صدق. لا معاكش ملايين. فاضل معايا 8 مليون بس. ماشي بنور هاتلك. ابعت لي تاني معلش، كنت هبعت لك ملايين. هاتلك انفايت. ما بعد تاني شكو دوار لك ملايين. ايه ده؟ اح كده ما اعرفش ان انت وحيد. بيقول لك اصل الصوت ومش الصوت وبتاع. قال لك ايه ده، طلع وحيد بجد. لمين ده؟ احمر ايه ما ابراهيم انت شاري بقى؟ شاري ده سحبه اللي بتيجي لك صح؟ لسه خسران مليار. بص بقى احمد صابر، عشان انت لسه خسران مليار انت لازم تركز يا صاحبي. تعلم بقى اصول وفنون اللعب. ازاي تخسر مليار يا عم عارف ايه يا عم، انت قلت لي كنت تشتغل. مين يا صاحبي هيكون من صوته بلح بقرة كده غير يا صاحبي؟ اوبا تيتو بامبو بوزي. ده في كذا حاجة نزلت. في فلاش بس خلاص بوزت كده. استريت خفيف كده. انا خسران 3 مليار. اخرب اصلا كان معاك 3 مليار فخسرتهم فزعل لي يا زميلي. اعمل ايه اصلا؟ صعب عليه والله. معاك يا خبيث. 10 و4 و3. يا ابن الخبيثة. أرد تشوفني عليك. طيب إيدك عمال بت كده فقلت أسيبك.
معايا فلاش من الاسم من اول 3 ورقات. معلش انا اللي كده خبيث. لازم نتخبط على بعض. اللي بيخسر زيك دلوقتي صاحبي. قال انت خسرت مش زي السلام عليكم، لكن انت هنا بتخسر بقى ايه، بيستنزفوا دمك يقعدوا يحلبوا الخسارة منك. صحيح. عملت فولد لياسمين. مش معايا ورق، مين قال لك ان اللي معاه ورقة هو اللي بيكسب؟ انا كان معايا 8. مين قال لك ان اللي معاه ورقة هو اللي بيكسب؟ ولع لا 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 لا. مين قال لك ان الورق هو اللي بيكسب؟ اه زميلي اللايف ده برعاية محمد رمضان. والله مين بقول لي اهو كود ده زي اهو كارت في مصر كده. تروح معك حاجة؟ لا انت معاك ايه؟ معيش أي حاجة والله. كداب. لا بجد المرة دي يا صاحبي، ليه بتزود يا صاحبي؟ افرض نزل لنا كروت بعد كده وكنت انا هكسب، بس دلوقتي انا هعمل فولد بسببك. انت لو خسرت انا هين كرامتك. مش مهتم. شاطر. اخسر انا مالي، ما انت ياما خسرتني بسبب اللي بتعمله ده. خليتني عملت فولد في جيم كان ليا الجيم بتاعي اصلا، وانت خدت فلاش في الاخر. على فكره مفيش غير انت على الترابيزه بتعمل ايه؟ وابنه عليك طب ليه يا اسطى انا عملت لك ايه؟ قول لي يا اسطى متبقاش بدون ده، هيبقى جيم طرب. يلا عيل. مش عليك على الورق بس. ايوه اي أيوة. ايه ده وحيد مش كده، هودي ستريت. لا لا بص يا جماعة، هنفتن ونقول بقى الوحيد على كروتنا والجو ده، مش هيرضي ربنا. ماشي انا ما بحبش اقعد بملايين بس كتير. انا فول ده براحتك انت عايزه. ما تقعد يا جبان، بتقول ايه؟ ما تقعد يا جبان، هقعد يا عم، انا هطلع اجري اللي ما اقعد تقعدش. بالمعين كلها. لا والله ولا اقدر، انا غشيم شويه، ف بحط الكروت مره واحده، بحط الورق مره واحده. انا حطيت ال 100 مليون في جيم مش بتاعي اصلا. لا يا عم وحيد، مش كده. لا ايه ده ليه؟ طيب اخ بدون يا رب يا عم، نشوف كروت يا عم. في ايه يا عم؟ على فكرة ما ترميش المبلغ الكبير ده كله على الفاضي كده، غلط ابن المحظوظ. غلط ترميه على الفاضي كده. ليه بقى؟ لأن أنت لما تحط مبلغ كبير زي كده، حتى لو أنت اللي هتكسب وكل الترابيزة عملت فولد، ال 50 مليون أنت حطيتهم، الترابيزة هتخسر منهم نسبتها، يبقى أنت كده ما استفدتش حاجة، ما وفرتش حتى الجيم بتاعك، أنت طالع خسران برضو. إن كان عاجبك، يمكن ايه؟ إن كان عاجبك، لا مش عاجبني. حظك ان انا معايا 50 مليون ومش هفرط فيهم، مش هاخد الريسك. لا لا يعني معايا جوز تمنيات، خلي بالك اخد منك الجيم ده. انت عيل واخد التوبير اصلا؟ واخد ايه؟ اه ده واخد التوبير. صدق ليا فيها انا الحتة دي. لا 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 خليك انت كده قاعد ملهي في العضة وانا عمال استنزف الملايين. لا 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 قبل فعل. فيها توزيع دي يا اس. اه زميلي فيها توزيع دي. لو زي يا ابن العبيط، انا اصلا من هنا كلها مني اصلا، ما تزيدش يالا. انا مالي يا معلم، مش انت المغفل وبترمي قلبك لا انا جيبك؟ بقول لابن العبيط اللي بيقول فيها توزيع ده. احنا هنوزع من دم وحيد الحقيقي. بص يا عم دي كسبت يا عم، اهو اي خدمة.
التوزيع على القواعد وملايين صفحة بس نكسب منين عشان نغزل. يعني احنا لما لقينا نفسنا كسبنا كده مكسب حلو نقوم نوزع لوحدنا. أشيك ولا أبدأ؟ أشيك ولا أبدأ؟ أشيك ولا أبدأ؟ والله رأيي في كورو في أمان الله وخلاص، ونشوف الكروت ماشية ازاي يعني. مش زي الزفت. واحد بص أحمد اللي رمى ده، أحمد ده لا معلش حاجة مع الناس فلت. لأ أصابي يستهبل، هو رمى على ايه أصلا؟ 7-2 وبنت، هو رمى ايه؟ سبعتين. تمام، ميك سنس ميك سنس ميك سنس. لأ تمام، فهمتش أنا ولا الحتة. طلعت في السليم خلاص. حول الله يا رب. قول بمنتهى الاحترام، مش هنزود، مش هنعمل ايه يا عم بقى في ايه يا صاحبي؟ انت حظك عامل كده ليه يا صاحبي؟ انت حظك باظ ولا علق ولا ايه؟ انا عارف، ماشية بالبركة ده جاي بارك على فاينة وبس. يا زميلي، ما انت اللي قلبك جابك. انا يا عم واحد يا عم اخويا اسامه اللي هيرجع لي ملايين كسب. المشكله ايه حق، والله اسحبهم من فلوس شغل. انا بارك مالي انت معاك ورا ولا لا؟ عايش. فولد فلعبت ليه يا صاحبي؟ انت بتقولي معيش هجرب حظي صاحبي، ما ينفعش اغلط فيك في اللايف. عيب ليه يا عم؟ الدنيا عيب يا صاحبي، خلينا احترمك، دوارة صاحبي، شفت اللايف في الأول كان ماشي عامل ازاي؟ ولا كسبت خلينا مليون، ولا احترمك. كسبت مليون، يا نهار، مش صدق نفسي، العجلة شحر. كسبتني مليون، انا لقيتك انفعلت زيادة عن اللزوم. يا نهار أبيض. تمام. أول مرة أكسب أكتر من 400 ألف لا يا صاحبي انا كسبان منها قبل كده حوالي 30 مليون، يا جدع. بس كنت لاعب باقي من 30 مليون. عادي ابو جندي، اخوك الكبير ابو جندي، ما يجراش حاجة يعني، اخوك الكبير بيهزر معاك يا زميلي. ما شتمتنا وحيد وانا سكت. ماشي يا صاحبي، ايه المشكلة؟ ايه الخبر المفيد في الكلام يعني؟ مش عارف. عايز طب يقول انت لك صاحبي اللي مستفز، اتعميت انت يعني؟ خلاص معلش صاحبي بقى، لو اتعميت قول لي يا صاحبي، ما تخبيش عليا، انا هعالجك يا سلام على حسابي يا صاحبي، مش هنفقد الدولة والله. محروق على ملايينه. معلش يا دين امي، نطرنا احنا الاتنين نطره. والله انا فلست صح. بس خالص شفت انت بقى 100 مليون نزلوا ازاي؟ اللي تسحبه يا باشا حاسب عليه. ها ما هو مش كده، مش مشكلة ان انا خسرت ال 100 مليون دول. لا لا لا، مش هو دي المشكلة. المشكلة ان الوسخة جاي بيقول لك مفيش ترويقة ومتضايق انها شتمت. انت فين؟ لا ولا زول، لا ابرز ابرز، انت فين؟ بس يا عم، ايه ده ده يا عم، في لا ايه ولا ده باين خلاص، ولا ده باين عم، ايه ده، ما تكبرش الحوار. يا صاحبي. لا باين مستفز. لا مستفز بقى، بديله باين اهو كده خلاص. هو فين بقى المستفز؟ اسمه احمد ابو جندي. دوكر اكتب كومنت يا. لا يا عم ما تقولش وحيد اخويا، انا مش اخوك يا صاحبي، تعالى لي بس. تبدأ انت، خلي بالك. ماشي عايز اديته بقى انا صح، احلى مسا عليه، ايه، طيب عشان طيب عشان افضل في الكلام. الواحد معاه ملايين كده يعرف يطلع اللايفات بتاعته وهو مرتاح. لا يا سلام، تحت امرك يا باشا، انت تيم يا باشا. لا تنسحب 100 صح؟ حاسب يا باشا، حاسب يا وتسحب باشا. 200 واحنا معانا 158، كسبانين 8 مليون. ياه كسبانين 8 مليون. مين دول كسبان 8 مليون؟ مفيش منه الكلام ده، انت عليك 100 مليون، حط حسابهم بره عني. عناية يا سلام، انت تقمر، يوه انت تقمر. كام هما بكام؟ خلاص هسجلهم، اخلص. هقول لك دلوقتي حالا. اللهم صل على الفلايت. هنعمل ايه؟ هنلعب جيب دومونا زميلي، هروح العب دومونا. انت يا عم انت يا صاحبي في ملايين، انا لو مؤاخذة عشان ما اسحبهاش من الشغل تاني بجد. عايز ايه؟ عايز ملاييني. انا مالي، ماشي يا صاحبي، انا غلطان حلو ولا حلو ولا حلو، يهمك يا صاحبي، عايز ملايين يعني. ولا يهمك يا صاحبي. ما بطلش حياتها بقى، تري بتقول لي فريند عناية فريند الاتنين. يا راجل، خليفة فريند ولا فين؟ بص يا ابني، دوش ورا بيش شات، ايه القرف ده؟ ان شاء الله ده البوي. شو ايه هو السيل ايه ده؟
العبط ده. عبيط، هو فعلا عبط. انت رايح يحط الدوسة، انت نسى نفسه. ابيض على الابيض. سيبك من لعب المبتدئين ده، زميلي بنعلمكم اللعب بتاع المبتدئين يا زميلي، عشان لسه في ولا مبتدئين لعب مش ولا مش عارفين. لعب يا صاحبي، ال100 مليون دول هخصمهم منك. وانا مالي يا لمبي، بص انت القفله لو خسرتهم، لو خسرتهم في الاخر خالص وما رجعتهمش هخصمهم منك. عبر عني، انا مالي حد لك العب بيهم؟ مين انا عادك انت على الترابيزه؟ انت ب 100 مليون، انت بتستعبط؟ انا عارف. انا لا، ازاي الصعوبة؟ لا مش عامل بتشغل، مش الاتنين قلبي. بتشغل دماغك. ولو ما خصمتهمش وحياة ربنا انا محاسب انت على القهوة 3 مرات اللي جاية. اوكي. لا، مش هقف، تستنى. لا، هكو هقعدك وافضل اشرب اوريو وبوريو طول القعده اوكي برضه، مش هقف. وهجيب 3 مورت واحنا قاعدين. تمام، فير انف. ايوه انا جاي انف. وهاخد منك باكم مناديل 4 مرات ورا بعض. انت مش قلب اجيبه، هو لسه بتاعه معايا لحد دلوقتي. انا اخش تبسم 15، تيجي تعالى يا عم، ابعت هديه يا عم، انت بتعيط، ابعت هديه، ابعت لك حبه انا كده. فريند يا ابني، انت ده جاهل بقى، جاهل بقى، هيقرفنا بقى. صاحبي افتح الجفتات بتاع الجفت واتك على فريندات من جنب كده، واتك على اسم بس هتلاقي الاكونت بتاعك جاهل. معلش يا جدع، حرام بوري واوري مقاطعة ثانية، بلع بقي بيبسو جايلك. ماشي، انا عايز بقى اجيب البتاعه الجديده دي، اللي بتاعه عامل زي البيبسي. معفنة يا جدع. طب بص، هو ده بقى ما تخش على الترابيزه عندي اول مره، قصدي يعني الجيم الجاي، عشان ايه او تعمل جوين على الترابيزه عندي. لا الجديده اللي هي اللي اسمها مش عارف سبيرو باين ولا مش عارف ايه، ما بقولك معفنة، ما وحش. تجربتها اصلا؟ لا بس ما وحش. دي غير سيناكول، هذا بيشكروا فيها. دي بنعمل جون على الترويز عندي عشان الجيم خلاص هيخلص اهو. خلاص بتجيب اللي انا فيها. طيب تفجيم اصلا، انا بعت لك 19 مليون، كم؟ 19 ان شاء الله. لا ان انا شاء الله. هفتح يدي، لو لازم 19 مش هستلم. 19 استلم وخلص، وانزل معايا على الترابيزه، ده جيم على الترابيزه هتكسبه يا زميلي، يكون معاك 50 70. ايه مالك انت فكروا بقى 19 كده عاديين؟ 19 مبروكين دول. امال يلا حاج، يلا ربنا يهدي. ابعت لي 19 بجد، ده انا معفن، ده انا باعت لك 30 يا معفن. مش تعالى بس، تعالى انت معفن ليفل التنين. تعالى بس، تعالى، ما انا قاعد ب 18 لازم، انا خايف عليك، انا عارفة غشيمة ترميه مرة واحدة. هتعلم انا كده يعني الدرس؟ هرمي 19 مرة واحدة، الترابيزه مليانه. طب انا اجي لك ازاي؟ طيب خليك ولا اقعد اعمل ايه دوس. بقى؟ بس في حد هيتنطر دلوقتي؟ في حد، في حدود هتتنطر دلوقتي؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة. انت هتجمع. عليكم السلام يا سامح، نور الدنيا يا قلبي، نور اللايف. المليون بقى ب3 وربع دلوقتي يا جدعان بجد. لا يا صاحبي، عندنا لسه ب3. السايبرات طبعا عشان يشتروا جملة ويبيعوا هم ويكسبوا، اكيد ب3 وربع ده اقل حاجة في السايبرات. صاحبي انا ببيع في السبب بتلاتة عادي. أسامة الفشيخ بيبيع في السايبر عنده ب3. روح في السايبر عنده أسامة. على فكرة أنا قاعد معاك على التيبل وبشوف ورقك تلعب إيه ولا لأ، اصلا ما فهمتش حاجة. بس يا صاحبي شكرا عشان بلغت عن نفسك، أحلى بقى. لا يلا ليه ابدأ. ليه سيبه يا عم، يا دي النيلة. عم انت اللي مسك الصفحة ده موت هناك. يلا ابدأ. هيعرفونا ليه؟ واحد جاي بيقول لي أنا قاعد معاك على الترابيزة بشوف ورقك وأكسبك، أسيبه ليه يا صاحبي؟ عشان هو أمين وصريح يعني. إيه ايوه اللي بيدور بصراحة الناس؟ الراجل جه قال لك انا واحد. ايه يا عم، ايه المشكلة؟ ايه ده؟ يس ملعب الله عبيط يس. ملعب ليه كده؟
هي الحكومة بقت ترشها عبط في الجو ولا فيها يا جدعان انتوا اتهبلتوا فيها؟ مش فاهم يا صاحبي، ما بقتش عارف ارد والله، انا بقول لك لساني عجز عن استغفر الله العظيم يا رب. ايه الكلام ده؟ ترتب. اوه انا عايز انام. والله ما بدوتش كده في اللايف. بقول لك ايه، العب على فلاش بس. لا يا عم انت مريض يا صاحبي، طب بتاخد رأيي ليه طيب؟ عارف انت، والله انا ما كنتش قلت لا، اصلا قعدت افكر شويه، كنت هقعد افكر لحد وقت ما يخلص وعادي، بس انت خدت طب قرار بتاخد بسرعه. رأيي ليه بتاخد رأيي ليه؟ انا عندي قاعده كده، لما بحس ان اللي قدامي ده يعني مش مهتم بمصلحتي، بحس ان انا عايز عنده. طب انا ليه مش مهتم بمصلحتك يا صاحبي؟ انت لما قلت لي بس انا خلاص قمت بعت لك 30 مليون، فمن لحمك مش الحياه يا اخويا، معفن يا جربان كسبان مني 100 وتروح باعت لي 19 يا معفن. مش انت مغفل. 2700 صبر. رد يا صاحبي على الحموكش، رد على الحموكش. حبيبي يا شرب، مين حمش؟ شلبي يا شلبي، منور الدنيا يا قلبي. لا معلش لا لا لسه مش لا شايف لا الكومنت لا والله. لا 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 لا، جيم جيم يا باشا. يلا بقى باشا اللي ملوش قلب تيجي مع ملوش، الهبل دوبل، تيجي مع الهبل دوبل والله يا ابني. اللي ملوش قلب ملوش رزق يا عم. ولا اي فلاش، احنا بناخد الجيم ستريت من اول 3 كروت، هنستنى رد فلاش على العمل. حموكش يا عم، مين حمكش؟ مين اسأل تاني؟ مين بكر؟ مين حمكش؟ حموكش يا صاحبي على ماسنجر صح. كام؟ مش فاكر. 22 تلعب باين. ولا مش هتلعب انت؟ لا انا مش لاعب. 22 باين. نم 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 نم. 22 109. ماشي بنور الله. طب والمية دي اشربها انا يعني؟ اللي هيفتح فايبر وعايز 10 مليون، فايبر ايه اللي هيفتح سايبر وعايز 10 مليار يعمل ايه؟ يشتري بسعر الجملة بقى، احنا بنبيع بسعر الجملة 2900، 10 مليار عاملين 29000 بولب. بص هو عشان كسب جيم فيقعد يكول عليا، فيبدأ بقى يبوظ الجيم وخلاص. انا هي بوظ الجيم طب والله ليه ما بلعب نخسر؟ بشخص. انا انا نخسر احنا الاثنين. طب معايا اقول، ورق حلو وانت زودت، انا اعمل ايه طيب؟ انا معايا ورق حلو طب ما تقول لي يا صاحبي. بس شيك بقى خلاص، خلينا في العلاية دي كده حلوين يا صاحبي، مالك انت اللي بتزود من غير اي مبرر بصراحة. معايا ايس وكوين الاثنين هيرت بصراحة، اعمل ايه طيب؟ انا معايا فلاش دلوقتي، انا ستريت، انا خلعت، هات ملاييني بقى. انا وانت فخلعنا، هو معاه فلاش بالايس. انت معرس. انا اللي رحت زودت 40 مليون. انا 38. انت كولت لي ليه يا باشا؟ كنت عملت فولد، انت زيت عشان مع معايا ورق الزيت، حلو يا صاحبي، معايا فلوشتين ومعايا ولدين ومعايا 10 ومعايا دلع. زيت مع الزيت وخلاص. طب انا معايا فلاش شوت ومعايا ايس ومعايا كروت ومعايا الدنيا كلها زميلي. يبقى هنلعب بقى بال 15 مليون زي ما الدنيا بتلعب، ليه نزود 30 و40 مليون؟ لا صاحبي، تقريبا 20 اصلا. مسا محمد عبده، منور الدنيا يا قلبي. لايك وشيرك، شيرتك على طول يا محمد عبده، ما بستناش، شيرتك على طول يا قلبي. يا سلام يا سلام، معاك قلوب حمراء، قول لي معاك بالله عليك، قول لي معاك لا يمكن يتمام من عملية بعلم انه قد تم قلوب حمراء، تغييره. قلوب حمراء، معاك قلوب حمراء. انت معاك فلاش لا طب بتلعب ليه؟ كده يا عم؟ انا قلبي جايبني يا عم، مالك في ايه صاحبي انت بتركب بالشقلوب ولا انت ايه صاحبي؟ انت حكايتك؟ قلت بتخاف على الله، بتخاف معيش ورا يا عم، بتخاف خسرنا. بتخاف، ما تلعبهاش يا صاحبي. في ايه مالك؟ مبسوط انت كده يعني؟ انا مبسوط يا عم. ايه ده؟ لا كده مش مبسوط، استنى. ماشي بنور الله. انا مش عارف اقول لك ايه، انا لساني عاجز عن الرد ومش عارف اقول لك ايه. خلاص الكلام انت. عندما تعجز الشخرة عن التعبير، تفتكر فاضل لي كام في الليمت؟
لا ما اعرفش. نقول مثلا كام يا موال ده؟ بص هنقعد نجرب لما نشبع. 19500. بس بتقعد مش هتبطل زن. ماشي معاك. ايه يا صاحبي؟ هاي 3 و6 قلوب حمراء، 10 ولد شجر. طيب معايا ولد وثلاثة وستة. ولد و3 و6. لا يمكن إتمام العملية برجاء إنه قد هو تم. الباب ب1.5 مليون، 1.5 مليون شكرا. ماشي انزل لي كده اول 3 ولاد رويال فلاش ولا عمله. انزلوا. الله بطلنا في نص الشارع. انا كروتي اختفت. لا يمكن برضه اتمام العملية. هو في ايه؟ يمكن اللي انت بتبعت له ليميت. انا هجرب 17 بقى بعد كده عشان نشوف كده كتير. ايه يا دنيا، ايه دنيا الواحد. حد 17 بيقول لي ليميت. ايه دنيا الواحد بيزرط في الحمام. يا دنيا الواحد احنا كنا ليميت يومي برضه عادي. عادي نجرب بعد 12. سلام، انت تغلط. انت انا معيش ورقة بعد 12 ده شهر جديد anyway يعني. ليه احسن ما الناس مش شلبي ولا تيجي نلعب ولا ايه؟ انت بتسأل قبل ما انت بتسأل وانت بتلعب على فكرة، انت ما استنيتنيش حتى ارد والله. كويس انت ما ردتش. الله قلبه جابه. شكله معاه فردة ايس دايموند. ايه ده؟ طريق السلامة انت. السلامة السلامة يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي كلم حسين شلبي بينادي عليك. عم بيكلمنيش انا، يا عم بيكلم حسام. وحسام اقرع كمان. هو قرعت مين اللي باينه قدامه في الصورة في اللايف؟ لا 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 ما يقدرش يقول لك كده بقى. ما عندناش الكلام ده. هيزعل خلاص اول. يبقى لم نفسك واسكت بقى. هيزعل اول وخد. خليها مستورة يا باشا. هتلعب ولا مش هتلعب انت؟ انا معيش كروت بس هلعب. ايه المنطق ده؟ معايا وبعدين بقى في الاسم روكي الافضل عبيط ده ولا ايه؟ دبل ايس و ده اللي حاجة بيتفرج على دبل اسم معاك ده اللي دلوقتي بيتفرج على اللايف يا زميلي. هيخش والله. عادي باكونت تاني فيك ويتفرج ويعمل كده نفس اللي كان بيعمله من غير ما يقول لك في الكومنتات. بس انت اديته بان ليه بصراحة يا يعني؟ جماعة انت اديته بان ليه؟ مش عارف مش عارف. خبي كروت. طيب فاضل لي كارت على الفلاش، فاضل لي كارت على الفلاش. متقلقش. الاس ال سبيد معايا. ايه ده؟ في ستريت طرب طرب على الترابيزه. بص بص واحد هياخدها ستريت ملاوي دلوقتي. طيب دي لو كانت كريزي كنت انا ممكن اكسب. ده كان معاه ستريت فلاش ده ولا بيتهيألي؟ بقول لك ايه، التروس دي مش حلوه. لا ستريت بس. التروس مش حلوه. التروس مش حلوه. لا 150 مفيش بقى شغل 70 حلو. لا عشان انت مش سالك بس. ليه يا اسطى؟ عشان ما رجعتليش ملايين. طب ما انت مش مرجعلي ملايين، لا انا هتفضل مهرجك. بعت لك يا زميلي ملايين يا زميلي. يا سلام. لو رجعتلي ملايين دلوقتي مش هتعرف تلعب. نيل
السلامة السلامة، لسه زميلي كسبان 700 ألف. ايه طرب؟ 270 ايه اللي قصدي. قلت لها يا اللايف ده صاحبي مدتها قد ايه؟ لايك تو اورز اي مين. ما تنفعش عشان ما ينفعش اقفلها دلوقتي يعني. الا لو النور قطع، ما اعمل ايه طيب؟ عندي هاي جاي افصل لك العمود بتاعك يا عم ولا يهمك. تعالى على تلوزة معاشرة. حاضر حاضر، خلص بس الدور اللي فيه. طب انجز يلا، انجز يا ابني، يلا يا ابني. مين بدأ يا اسطى؟ يا اسطى انت فين يا اسطى؟ انتوا بتنهاروا انا مش وبتخسروا يا عارف انا اسطى. حظي عامل كده ليه. زميلي اللي بيخسر ده بيبقى حد عنده حاجة يخسر، لكن what I got to lose. لا ما تقولهاش كده يا صاحبي، عندنا كتير نخسر، عندنا اخواتنا والرجاله الجميله اللي في الكومنتات دي، لو خسرنا مش هنعرف ندي لهم لايف حلو. وحيد بات علينا كلنا وبقينا متهورين ان شاء الله. لا لو خسرت فلوس يا صاحبي اعرف ان انت اللي متهور، انا بره عن الحوار ده. منور عم معلق فخ، مش عارف انت بتتكلم مين، مش فيش حد اسمه علاء يوسف بس بنورك يا ابني. يا وحيد انا ماسك لساني بالعافية يا وحيد يا عم. ايوه صح، ايوه صح، الف مرة صح. انت عارف ليه هما بيسموها لجم لسانك؟ لا ما اعرفش، اللي هيقولي ليه يا زميلي هديله 10 مليون. انا كنت ممكن اقول لك ليه بس مش في اللايف يعني. يا زميلي برجولة، ليه مسمينها لجم لسانك؟ والله هقول لك بس ما ينفعش في اللايف اكتب لي في الشات عادي. يعني. اقول لك انا كنت شايف وجه اليوم اللي هبقى لا ما معاك. حصلش. لا مش كده يا مصطفى، كده احسن. حد عنده فكرة؟ ما تخلص يا ابني، تجيب اللي في ايدك انت. ايه لزقت في الترابيزة ولا ايه؟ كل ده جيم. انا خلصت 3 جيم. لا غلط يا حسام، مش الجواب الصح. اللي هيقول لي يا جدعان يلا معاك 5 دقايق. لا مش هقول 5 دقايق، عشان سيرش على جوجل بقى وبتاع وتليفونه. هو المثل حلو يعني، المثل بتاع سنك وحصانك حلو يعني، ده تهز كومون سنس. بس هي القصة، ايه يا عم، ايه يا عم، هو المثل اصلا جاي منين يعني؟ ايه لسانك حصانك يا صاحبي؟ هو زميلي لسانك يعني ايه حصانك، فانت يعني هنا ايه يا بقى ايه؟ صاحبي فانا لسانك هفهمك، حصانك لو صوت حصانك؟ هفهمك ممكن اقول لك لسانك مراتك لو نكت هناك. ايه يا صاحبي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو اي هطل بيتقال خلاص يعني؟ ايه لسانك حصانك يا انت صاحبي؟ بتغلط في الامثال الشعبية يا ابني. تعرف تركب لسانك انت طيب؟ يا زميلي هو لسانك حصانك، الحصان بيتلجم فاسمها ايه؟ لجم لسانك، يعني لجم حصانك. شفت بقى اي الدماغ؟ غباء بيتقال، اي غباء بيتقال. ده كومون سنس ده صاحبي، ما اعرفش يجيبها غير الناس اللي بتفهم. طبعا كلهم حطوا المثل ومحدش فاهم هو بيقول ايه اصلا، فاهم؟ هو دخل سيرش في جوجل كده، في جوجل طلع له الكلمتين دول. فتعال بقول لك اي هبل بيتقال انت هتخلص الجيم اللي في ايدك وتنزل ولا ايه؟ يا صاحبي. انا الجيم دي خلصت من زمان ومفيش حاجه في ايدي انزل بيها، فاسكت بقى. لا انت في جيم دلوقتي لا والله انا قاعد على الترابيزه بس. صاحبي، حاجة نطلك. انا اللي هنط لك دلوقتي، اسكت اسكت. نطيت لك يا اسطى. أنا قمت. لا انا نطيت لك خالص، انا معيش فلوس. لا والله اه والله هذه النيلة، مش حياتها بقى. لجم لسانك لو صنت صانك ولو خنت خانك وايها بدانك. اللعب بتاعك كده يعني. اه عايز ايه انت بقى؟ انا بقول لك لما تيجي نلعب دومينو صح. صح كده؟ اه دومينو حلو. قعدتلك منين؟ لا ما انا خدت بقى، تعالى دومينو، تعالى دومينو. عايز تلعب على ام مية دي؟ فاضية تعالى. يوم ميت جلدية؟ اه فاضية هو فاضية، انا عايز سوري العب دوست قصادك.
دوست على مميت كيف دخلت الواحد. لا خلاص بسرعة أصلا. تعالى طيب بقى give me one second أنا دخلت الواحد. هطلع انا طيب استناك لو شكل ازاي يعني مميت الف فاضية يا جدعان. هو مفيش شير اصلا يا جدعان، يعني كام شير كلهم على بعض؟ ما 300 شير انتوا بتهرجوا اصلا. والله مفيش تفاعل مش هنوظف لا مصلحة، هما كده كده خسرانين اصلا. اصلا انت معكش اباي بتضيق ليه طيب؟ عامل قد البحر وسمكاته يا زميلي. في بره سيب جار، في بره سيب جار صح. هات سيب جار بقى، خد لك واحدة درجي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، كنت عايز سيب جار بس والله. أحا ماشي، انا بص جاب المشك طعم الجرات كله معايا. الواد ده معاه هيضمن بالدش. تخيل انت لما اللي قدامك يضمن بالدش ياخد مني على الشبنت. ضمن بالدش يا زميلي زميلي. يلا بينا او فشي انا. يلا يلا انا والله ما شايف حاجة معاك، عشان بتقوليش هبص على كروتك ومش بص على كروتك. لا والله مش بص على كروتك والله. يعني انت قصدك ان انت مش فاتح اللايف دلوقتي؟ لا والله كداب. فتح الكومنتات بس. كداب. اللعبة ديسك توب، اللعبة محطوطة قدام الشاشة. من أول كارت كده؟ مرزة يا صاحبي بقى. ايوه كده شد. لا يا صاحبي من اول كارت انت كمان. هم انت عايز يا صاحبي انت قفلتها كده خلاص يا ابني. ايوه البلاطه بره هينزل، البلاطه هيسحب لي كروت اللي بره. ده مش فير ده، داك انا بعمل كده عشان تسحب انت داك غلط غلط غلط. مش عاجباني الثغره دي بصراحه، بضمان شطور بس شطوري شطور. صاحبي هي القفله بتيجي كده يا صاحبي، تطلع تسحب لحد ما تجيب البلاطه وتقفل وتعد اللي في ايدك. بلاي جين بلاي جين حلتها، بلاي جين حلتها. ادي كده 1-0، كل ما العب اكسبك سبحان الله. بتيجي معايا بالهبل اه بس شغاله يعني. يعني دي ثغرة كده مش ايوه فاهم. لا فور ريل ايوه كلمت على بوتش شفت لها حل في الحوار ده. مش حاجة ماشي بنور الله. انت ازاي معاك اح، انت ازاي معاك اخر سين؟ اخر انت زي هاك يا ايه؟ ابني فاضل ولا زيين بره. فاضل سين بره ازاي؟ انا اللي هما نزلت اخر معاك، سين اللي هما معاك تمام. ايه ده، نخلي حد تاني. ده مين البودين اللي قاعد على موميت سيلفر ده؟ مين ده؟ عارف في حد في اللايف حد بودين عموما يعني يا جدعان؟ لو اللي داخل الأسامة ده حد في اللايف يكس أمك. احنا بدور يا ساتر على أم 10 يا سين. عايز نقعد على أم 10 سين؟ لو أنت عايز نقعد على أم 10 هقعد على أم 10 صح. ولو عايزني يا صاحبي برضه أديلك 10 تقعد معايا تقول يا صاحبي متزعلش. أنت تؤمر يا ابني يا سين. أنت طفل يا سين، أنا آسف يا سين خلاص. هات اخرس اخر فردة سين. انت بتحسب ايه؟ الله ازاي يا ابني عملت كده؟ انا شغال اوتو. يا حي يا مصطفى نور الدنيا يا قلبي. مصطفى حجاج ايه ده يا عم، انا عارفه ده. تابعنا تابعنا انت واقف بين ايديا. ماشي يا اسطى يا سي، اتكل على الله. يو اتكل على الله. ديموز في الدوس بس هو ريز ما بيعرفش يلعب يعني. تمام اه، يكون لو بيعرف يلعب كان هيبقى حلو على الترابيزة دي. طب انت قاعد على الترابيزة ولا قمت؟ لا انا مستنيك تقوم. انا قمت اه في ولا واحد ايه؟ لا في واحد قاعد. تلاتة انا اخش 5 مليون بقى وخلاص.
ادي 50 مليون 50 باين. هات 50 مليون وتعالى نقعد عليهم. معيش 50 مليون معك مليار. طيب مع 34 ويل ادرس ده بالنسبه لي ناس حملنا رسوم كتير يا صاحبي. تعال اقعد لما يبصر اسره. يلا لما ما هتخش لحد تاني اكيد. ايه ده الله. انا باين لي كده هظبطك الدور ده يا عمي. صلي على ليش فافيك افتح صوت السؤال. بس هظبطك الدور ده الله. بس هظبطك الدور ده الله. انت في ايه يا ابني؟ انت هاك ولا ايه؟ ما تتزبط يا ابني. بس صاحبي هظبطك الدور ده الله. اكسر ملواني بلاقي بلاقي انا في التاني بيغشك في البتاع بيقول لك ماسك لك توهات وحيد. مش بص على كومنتاتس ايه ده احسن ركز مع اللايف اخويا يا ابني والله. لا مش مركز مع اللايف، مركز مع الجيم. انا عايز اقول لك انا مستوعب في اللعب كده وانا حاطط كل تركيزي في اللعب والله. على يدي شفت بقى. هنخش على المجنونة معاشرة زميلي. حاضر يا زميلي. تك 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 ثلاثة بس. بس احنا لازم نلعب حبة دونا زميلي بمناسبة الهالوين. الاتوسفير بتاع الاتوسفير الاتوسفير بتاع اللايف لازم يبقى هادي. هو مكتوب كده حكش. ولا انت ايه اللي بتقوله ده؟ هما اللي قالوا لي كده. هتكر كام بقى ورا؟ هتكر كام ورا؟ يا عمي تك تك. ايه واحدة بس؟ ايه ده يا عمي؟ بنركزش في التفاصيل احنا. بس انا عايز اخش على اللايف التاني معلش. انا لايف تاني بص عندي عشان بس نبقى عليها يا سين. ادخل عليها يا سين. ايه المشكلة يا سين؟ ادخل عشان بس تبقى فاهم حاجة يا صاحبي. احنا لازم نلعب دون دي لعبة الشركة وهم عايزين اللعبة دي برضو شغالة شبه اللعبة التانية. فلازم نفرقوا قد ايه هي لعبة حلوة وقد ايه هي لعبة لذيذة. احنا بنلعبها عشان انت بتمل منها، فانت لما تتفرج عليها فتبقى بالنسبة لك روتين عادي ما بتملش منها. بتقول ايه؟ ايه بس انا مليت من الكلام ده مش فاهم. الله ده انت الشيت وجعاك اهي. ما بتيجي على الابيض ليه لما هي وجعاك؟ طب العب العب. الله انت شاطر اهو. طب بص على الكروت. دي مغامرة دي مغامرة دي دي مغامرة. يا رب يتفضل معايا اقل منك. لو انت هتجيلك في الاخر يا صاحبي مش معول ورق. طب انت ليه ما عملتش اتنين في الجور يا اصلا؟ ايه خلاص بقى انا قلت اجرب حظي. بس حظي مش شغلهم وسحبهم خالص. ليه؟ تعالى بقى ما قصدي تاكسي زوم 10. ماشي بنور الله. كريزي تعت. لا هات دلوقتي دوس عشان دوس في بلاي جيم. تعالى بقى ايه خمس تدفور خمس تدفور كده عشان نمسكها يمين من الترابيزة كده. هو مفيش حد على الترابيزة دي بس انا واضح نوصل بدل حد ما حد يجي. تعالى ليه يا ليمبي؟ مش هنلعب مش هنلعب بس عشان حد يجي عشان الترابيزة مفيش غير الترابيزة واحدة ومليانة. فاحنا عايزين نشجع الناس انهم يجوا على الترابيزة. استنى لحد اخر وقت. اعمل فولد زميلي عشان رامي مليون. بقول لك استنى لحد اخر وقت فولد. عايزين ترويع من عندي كده وسط. فين اللايكات؟ فين الشيرات؟ فين اي حاجه يا ضحى؟ اسال سؤال يا شي. اوه ريما بس خدت ميت بالاكونت التاني لمده ساعه. يلا مش مهم. يلا مش مهم. انا معيش ورق. ليه يا شاركني يقول لي ورقك ايه؟ اقول لك انا ورقي ايه؟ شوف احنا هنلعب ولا لا. ايه مش محاضر يا صاحبي ده 10 مليون بيتهانوا في ايه مالك؟ محدش كسب اهو. اقعد بضينا اقعد بكام.
واحنا جايين الترابيزة فاضية وربنا يروح حجز الترابيزة. اجا زميلي اقعد معاك يا زميلي، العرب سخن فين انا كنت قاعد مستني حد يقوم، لسه كنت حاعد مكانك والله. اصلا؟ اقعد اقعد يا صاحبي، اقعد اقعد متقعدش على يا زميلي الستارز، تجيب سيرة النوم كتير يا اقعد زميلي. اهو 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 اهو. ما قعدتش ليه يا صاحبي؟ كان في كرسيين فاضيين. عشان سيرة النوم هي اللي بتنيمني، متقعدش تجيب سيرة النوم كتير. تعالى تعالى المرة بتقفل يا عم الشفاط ده، المرة شفاطين الجاية أنا هشفطك أنت شخصيا، بس مش متوه بقى في شخرة ولا حاجة. معاك فلاش؟ معيش عايش حاجة. هفضل شايف لحد الآخر بس نضيع وقت عشان نسيت. نايت وير يا معرس، انا معايا وير. والله عايز تلعب يلعب، انا مالك. انا معايا فلاش من اول 3 ورقات، وكنت هزعلك بصراحة. ما كنت قاضي يا عم انت تعمل. مكنش في حد غيرنا، انت كده كده قاعد مش فاهم. طب ما ليه تخلي الترويز تاخد منك نسبة على 13 مليون؟ كان تاخده بنسبة على مليون وخلاص، وكده كده نفس المكسب يعني. Are طب you معاك كورة sure؟ حلوة؟ بس عمال اقول ما تتكلمش عن المتوبة، ما تتكلمش عن النوم، ما تتكلمش عن المتوبة، معاك عن كورة التوبة. حلو؟ طيب لو معاكش فل انت، انا هلعب بقى 110 و7 الاتنين ديموند. يا ابن ال عايز ايه؟ متأخرة معلومة شوية بس. ليه حضارة حلو؟ معايا 10 يا صاحبي، قول لي انا معايا 10 مكنتش هلعب. حاول كده تقول، ما المفروض تقول لي معايا 10 معاك منها. مش دي فاضل حبة مية بتوع كوبس؟ معاك شايب؟ لا تمام. احلى ايه بس يا زين؟ انت خليت فيها احلى. فين شيراتك يا زين؟ فين لايكاتك يا زين؟ فين اي حاجة يا زين؟ يخرب. 10 مليون لسه خسرانه، لسه خسرانه اكتر منهم كمان. 10 مليون، 11 مليون، والله 10 800 ألف مليون ولا 10 مليون؟ ما لسه تحلفش يعني. خسران 13 13 14 كمان، مش 13. معايا الوان بير اللي بيجيبني يا زميلي. تمنيتين اختفت مني مشهور انت شوية. بقدرش والله، بقدرش. الناس نزلت هتزعل. التمانية ايه؟ انبسط، نزلت التمانية ولا تاني خاصة بقاسين يعني، متزعلش نفسك. حصل. عايز اقول لك ان الشانس بتاعت 8 في الجيم ده كانت اعلى من الدبل ايس كمان. انا يا جدعان في حد بيناديني، محتاجهم اكلمه. بس قدام رد الجماعة يا زميلي. لا مش جماعة يا صاحبي، الطبيعة اللي بتناديني. عمر ده لو جاي اوكي يلا، مع السلامة. مع السلامة، نقوم نروق على الرجالة. فين يا زميلي؟ معلش الرجالة مين؟ الرجالة اللي عاملين 400 شير بالصلاة على النبي كده، انت بتقول يا صاحبي؟ احنا بقالنا ساعة وشوية ما عملتوش غير 400 شير، روق على مين بقى؟ مش لما يبقى في حاجة نرزع عليها يا زميلي. ليه مكتوب مشاركة كده علي؟ مكتوب مشاركة تحت تحت اللايف جنب أعجبني والكومنت، هتلاقي فيهم كلمة مشاركة. ايه رشاش البيض ده؟ كان بعت من هنا زميلي، دوس هنا بس. كان في جامد جيفت المفروض بس عليه عيد بيضاي. خد تعالى لك يا زميلي بيضة زميلي. اوكي اتس اوكي عادي بيبي، اتس اوكي. هات البوكا وخد البوكي، قلبك ابيض كوكين يما. يا اسطى مش عارف اخش على اللايف التاني. انهي لايف تاني يا زميلي؟ هو في لايف تاني غير اللايف ده؟ هو مفيش غير اللايف ده.
ضيف تاني ايه بقى؟ اخطف كده حبة دمية بالوحيد ما بيجي. يطلع لايف تاني تبقى مصيبة ده. هو في أصلا كمان صفحة كونكر التانية؟ لا لا، وحيد مش فاتح لايف، وحيد طالع معايا في اللايف ده. جنب اللايك او عجبني وجنب الكومنتات هتلاقي في حاجة اسمها مشاركة، هتدوسي عليه هيعمل لك شير. شير يعني مشاركة. تعالى اح، ريسك بيتاخد بيودينا ب60 داهية. صحتين ازاي معاها اخر ابيض؟ اتفرج يا عم، اتفرج يا عم، ضمن يا عم، ضمن يا عم، يا ناقص هو كده هيطلع يجيب فردة الشيش ده بره. بازي شكله من طبعا وحيد شوية. زميل ورينا، زميل هتوصل كام؟ زميل 430 شير. ماشي بنور الله. طب يا نهار ابيض، ده يفك الله يعرفك يا بعيد. السلام عليكم. كان قاعدين بيجيبوا في سيرة التزمين عشان العيال مش مظبوطة مش سالكة. على سيرة عدم السلكان للفيل، ليه يا ليل قلبك قاسي ولا احنا كنا من قاعدين ليل؟ بنلعب على ترابيزة كام ولا فين ولا ازاي؟ انا قلت اخطف جيمين دومينو كده زميلي لما تخلص الشاخة الميمونة بتاعتك. عملنا ايه بقى؟ عملنا ايه؟ خسرنا زميلي سبت كله؟ كله زميلي، مفيش ملايين خالص؟ يعني هتلاقي في حمكيشة كده ولا كده 10 20 30 كده يعني. طيب ناخدهم معايا 20 مليون، اخدهم في دورين على ام 10. ايوه انا هاخدهم في دوران 10. استنى تعالى طيب استنى عشان معايا ويل ب 600 الف تقريبا. ادي 60 مليون تاني. تعالى بسرعة بقى بقى. قعدت قعدت بسرعة. استنى لما اخد 60 الف دول يا عم انت لازم تسيبهم. الدور بدأ والترابيزة اتبقت وانا قفلت، بس الدور هيخلص كذا واحد رابع. لو شوف الشير بقى، في الشير انا ايه يا شيرات يا صاحبي؟ فين الشيرات؟ ثانية اشوف الشيرات هو كام كان شير لو ربعمية عندي انا. وتلاتين بقى كام دلوقتي؟ 430 بقى 514. 500 شير و60 لايك، المفروض ان هي لايف ايفنت يعني، وهنروق عليك ونوزع ونلعب وماشي. ماشي، كفاية شكرا يا رجاله، كفاية كود الفشيخ. شكرا يا رجاله، سلام يا رجاله. بقول لك كود الفشيخ هتوزع على كام لايك؟ على كام لايك؟ انا عايز اوصل كام لايك؟
بالتفاعل الحلو ده يعني على مميه حلو كده. معاك ورق؟ معايا جوز تساعي. بص تسعة، أنا معايا تسعة. فلت فلت أحسن. باظت باظت خالص. انا ممكن اعرف يعملوا شير فين. شير فين؟ أقول لك أنا، محمد عبده عامل شير في جروب اسمه كونكر أونلاين، مودي عامل في جروب اسمه كونكر أونلاين فضة كونكر وكونكر وإعلانات كونكر اللي ما تسماش كونكر وإعلانات كونكر اللي ما تسماش وجروب كونكر اللي ما تسماش وكونكر اللي ما بتتسماش. إيه يا جدع أنت فيها صح؟ إعلانات كونكر اللي ما تسماش، إعلانات سيرفرات كونكر اللي ما تتسماش. هو أنا اسمه معايا كده تسعة. فعلا؟ قول أنا معايا 9 برضه، ايه؟ أنا معايا 9 برضه. عشان كده بقول لك فلز. أنت شفت كروتي انا فاتح بقى. ميسا ميسا زيادة. بص هو مودي بيظبط الشيلات بصراحة، عامل شوية شيلات في جروبات متنوعة كده كلها تبقى. يعني بص، عندك عمر وليد بيقول لك ايه، ممكن اوصلك 1000 شير والله، بس انا كده كده ملحقش الكود يعني، فاهم؟ طب انا مش مستفيد، كود خرا، مش مهتم. يا صاحبي ما بيتقالش كده صح. تلش كده، مفيش حاجة اسمها هو مش مستفيد يبقى احنا بقى ناكل خالص. لا اسمها لما حد يقول لي يا اسطى انا لو دخلت اعمل شير او اسلك 1000 شير بس مش بلحق الكوت اقول له اقص امك. انا ما بقولش حاجة غير كده، اقول له اقص امك وبدي له بقى. بص يا وليد، انت مش هتشم كود طول ما انا شغال في الخرا ده. وهوصي عليك اللي على التليجرام برضه صعب ما تكسبش حاجة عشان انت بني ادم متنكر. خد مع التقيل اللي اعتذر لي متنكر. تكسب خالص ايفر. شال الكومنت بتاعه. لا والله اه سهلة يا اخي. طب ايه لا رأيك بقى معلم عمر دلع. يا وليد، والحرام من ديني، احنا لما وصلنا 1000 شير انت فعلا ما هتشوف كود في اللعبة دي تاني. شوف بقى، ولا على الصفحة دي ولا على الصفحة دي ولا على الجروب ولا على الجروب التاني ولا على التليجرام ولا في أي حتة. صح انا نوصل 1000 شهر أحسن لك. هحط اسمك واللينك بتاعك على الجروب بتاع الواتساب بتاع الشغل اللي فيه بقى كل الموظفين بقى. زميلي يا جدعان، الراجل دوت يهودي وبيدعم القضية دي. وبيدعم الاستغفر الله العظيم اللي ما بتسموش صح. ايوه بس شغل اكتر من كده. عمر وليد يا جدعان، لو ما وصلناش 1000 شير الراجل ده. الله عليك الله عليك يا ابن مصر الله عليك. ايوه أخيرا حد نصف. من الاخر كده ازميلي، في كود زوبر ازميلي، الكود ده ازميلي بص هيطلع كمية ملايين. ايه طرب، وانا كسبت كام؟ ايه ده، انا معايا عايز زي ما صاحبي بيقولوا. انا بقول لك كسبت 68 الف مبروك. ماشي بنور الله، بدعي اه وقول والله يا رب. صاحبي انا مش شايف كروتي اصلا، اسكت. ولا ملايين ولا اي حاجة. اللي اسمه عمرو وليد يا شباب. طب انت بتلعب، انت بتقول مش شايف كروتك بتلعب ليه؟ لو انت منوره مثلا فلعبت. بصراحة كينج نور يعني، فقلت اكيد معايا كينج. بس قول 10 كمان نورت العشرة نورت شافين عايز ننزل عشرتين بس. يا عمي. اللي ملوش انت قلب معاك تو ملوش بير رزق، بس يا صاحبي، ممكن حد يكون معاه ترتيب. اللي ملوش قلب ملوش رزق. الله يوفقك. ماشي بنور، احط فين الكود ده يا ساتر يا رب. انا هو بس نعتبر النكس دي عشان مش عارف انا معايا ايه بصراحة. معاك ملايين؟ تعالى معايا 10 مليون. تعالى 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 هناخد دور دلوقتي. تعالى انا كل ما اقعد الترابيزه ابعت لك الموبايل انت ما ما بتجيش. انا جيت ادوس لقيتك اختفت، انت قمت ليه؟ قمت عشان بدور على بعض الترابيزه فاضيه اجيبك معايا. تعالى بقى خمسة ماشي وجاي. خمسة وجاي فين يا صاحبي؟ هات لي على الحمام. لا 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 هو قال لي هو تشيلنا مين وقت معفنة خمسة كلكم في وجاي بعض. صاحبي. عيب يا صاحبي ما تغلطش في الشلة بتاعتنا صح. يا عم بقعد بقى، الناس اصحى الصبح اليوم كله قاعدين في المكتب. والله دي شغلة ظبط.
في بطل هنطلع لك في بطلونك ان شاء الله. انت عارف الكود ده يتحط فين؟ انت تقول ايه يا ابني انت؟ ده كود بيتكتب مش بيتحط. انت قلت له كود لا ما هو مش حرفيا كده يعني. هو مش حرفيا اما ما خلوه حرفيا. ولا ايش انت مش عارف كنت في تليجرام في واحد اللي خد فين دلوقتي حصل. لا بس والله ما حلو. انت في ايه يا اسطى مالك يا اسطى؟ طب ابعت كام لينا انا خلاص اخر 10 مليون انت خدتها. وانت في يا صاحبي انت حظك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على فكرة انت اخدت مني ياما. هات امك تسحبه منك بعد الله والله. تبغى تمشي بس العب على هادي كده. معايا ورق حلو فرميت قعدت على ترابيزه اخر 10 مليون معايا. اسالني 10 مليون انا بعت 50. انا بقول لك لميت اخر 10 مليون معايا ما كانوش 50 انت بعتهم لي ده صعب. 45 في 5 مليون ناقص عصفرة 4 مليون بصراحه مش 5 مليون. ضرايب يا باشا ضرايب. كريزي ولا ما كريزي؟ اه شايف ان كريزي حلو. اخلص هو كود بيتكتب فين؟ اقول لك يا محمد. لا هبعت لنا اللينك في موقع. شكرا. ايوه هبعت الموقع خلاص يا صاحبي سامع. هبعت لك الموقع اللي بيستلموا من عليه كود يا جدعان. خدوا الموقع عندكم في اي حته بقى على الجروب ماسنجر ولا شات في اي حته عشان لما ننزل الكود محدش يقول لك يا جدعان استلم الكود ازاي. طب المواقع كلها جاهزه والناس كلها مجهزه اكونتاتها ومسجله بيها وكل واحد يلحق له ان شاء الله 5 مليون. ايه سوكوين خلاص امتى اتوزع؟ لما نلاقي تقدير لما نلاقي لايكات لما نلاقي شيرات لما اظبط. عمر وليد يوصل الشير ده 1000. محدش يعمل شير يا جدعان غير عمر وليد. انا عايز عمر وليد ده يودي الشير ده 1000. المشكلة ان عمر وليد يا صاحبي اكونتات كلها معروفة غبي مهتم هو هيوصل لي بقى الشير باكونتاته كلها وبراحته بقى. معاك ورق؟ هاي فردت ايس وكوين الاتنين هارت بس مش عارف هي إيه هروح معاه ولا هيلعب على الستريت ولا ايه. روح انا فضل احفل ده انا عايش كده صح. سيبني انا معايا تسعة ولد العب. لا معايا تسعة ولد. لا لا هتسيبني لوحدي في ارض المعركة؟ احلى مسا عليك. يلا بقى عايزين فردت ايس كمان بقى. سلامت لي انت طماع قوي انت طماع قوي. هو جاست تو بير حلو عليك فاهم. بقول لك انت طماع كريزي كده. كريزي مش زي لوما تلاقي المكسب كله يا اما ستريت يا اما فلاش يا اما فول هاوس. لا ومش واحد بس اللي معايا ثلاثه لوز كلها مع ستريت فول هاوس. انا وان بير ممكن يكسبك اصلا عشان كده ما بحبش انا الكريزي. بسيطه كده وعبيطه كده ما بحبهاش. معاك ولا ايه؟ معايا سكروت معايا 8 9 اس بي ال 2 دي معايا 9 انا كمان فولد فولد تشيك كده معايا 9 انا كمان معايا 9 انا كمان نتشيك على الماسنجر. امان يا دنيا امان على اللي راح ولا كملش. ترويقه كده يا زميلي لما يتروق عليه يا زميلي لما يلا شوف السمه ده كود زميلي كل الناس هتستلمه بيدي ملايين. انت لو قلت اللي كسبت الدور ده هعرف ان انا ماليش نصيب خالص. معاك ايه؟ معايا اس وسبعة الاتنين البحر بس انت معاك ورا احسن اتنين ديموند. بقول لك انا مش عارف اقول لك ايه. تلاتة كوين. انا بقول لك انا مش عارف اقول لك. انت كسبتش من حد غيري. ملايين يا رحمة كمل لك كده. ايه يعني بتوحشها؟ معاك تسعة. رد على حموكشة. معاك تسعة. لا لا معيش تسعة معيش تسعة. 22 ماشي يا حسين. بيقول لك ماشي يا حموكشة. انا قلت يا حسين. قلت يا حموكشة. من الكود لما نوصل لصاحبي 100 لايك انا بنزل. فبعت 220,000. لو ما وصلناش ال 100 لايك مش هنبقى مش هنبعت الكود الكبير هنقفل اللايف على كده.
وعادي اخليه في لايف تاني مش مشكلة. عادي بنتظلم عادي ويسألهم يقول نصيب. تم تحويل 22 يا اختي بقى. طب ايه، انا ماشي عايز اقعد انا يا صاحبي. ده صح يا بيت. انت ايه، انت قمت ولا ايه؟ هناك ايه ده، انا المفروض قاعد يا صاحبي والله. مش عادي، مش انت اللي انت قمت. اخيرا قعدت، حتى كنت عم بلاك زمان بس والله مش مشكلة. ما في اعمله نصيب، ما ازاي في بقى نصيب. يا سكو؟ بص يا قلبي، شفت اللينك ده اللي حطيته من شويه ده؟ اللينك ده بكل بساطه هتاخده زي السلام عليكم كده، هتحطه في الموقع، هتفتح الموقع هيقول لك دخل الاكونت والباسورد بتوعك، هتدخل الاكونت والباسورد بتوعك، بعد كده هيقول لك دخل كود كده صغير مكون من 4 ارقام، هتروح كاتبه عادي، هيحولك على بورد تاني كده او بوكس تاني كده مكتوب فيه السيرفر بتاعك، هتختار السيرفر بتاعك وتلعب عليه، وهتلاقي تحت كده برضو فيه 4 ارقام او 4 حروف هتكتبهم زي السلام عليكم. حلو، هيدخلك على الصفحه اللي بعديها يقول لك دخل الكود اللي انا بقى مديهولك او اللي انت كسبته او اللي احنا هنحطوه في اخر اللايف لما نوصل لل 100 لايك. هتحط الكود ده وهتروح دايس سبميت، هيقول لك ما تحولش من السيرفر يا زميلي، انت جاي لك 5 مليون، لازم تفتح اللعبه عشان تستلم. تفتح اللعبه منين؟ ما تفتحهاش من الموبايل، هتفتحها من على الكمبيوتر، هتلاقي معاك بوكس كده جيفت عمال بيتهز فوق، هتروح دايس عليه هيفتح معاك، هتدوس كليم، هيديك بوكس هتفتحه هيديك 5 مليون جاست لايك بيس اب. انا معايا 9، انت معاك 9؟ ارفع كده 9. احد رمى ال 44 مليون ابن الاحبر، مين وده اللي فكرني منه؟ انا معايا 9 وشايب الاثنين بلاك كلوفر، اخد الريسك خد الريسك. ده 40 مليون صح؟ انت مرزق. لا الجيم ده مش بتاعي، مش بقول لك يلا، ده انا فنان والله قلب الام. لسه معاك مليون ولا خسرتهم؟ معايا 112,000. هتقول يا ابني خسرتهم بجد؟ اه يا صاحبي لسه خسران وقتك. كداب ولا؟ طب لاين ده ولا ايه؟ والله ما معايا والله. انا زهقت اصلا في اللعب. لا زميلي ما اقدرش يا زميلي. لا كله محمد، كله هياخد يا صاحبي. كله وليد. وانت اولهم يا صاحبي. ولو مش عايز يا عم تستنى لحد اما الكود ينزل ونوصل ال 100 لايك قول لي يا صاحبي وانا هجدد لك دلوقتي. ولا زعل. بعت لك 30 مليون. وبعدين بقى في التنقيط ده بقى احنا انت بنكسبش. شحال، انت واخد مني بتاع كام لحد دلوقتي؟ 90 80 مليون طلعت معايا احنا على ما الترابيزه. بنكسبش. انت بتيجي تاخدهم تاني يا صاحبي. انت مديني المارينا وبتقول لهم تعالوا لي تاني يا صاحبي. انت لو مديني حمام زاجل مش هيبقى كده. يا اسطى انت ليه مش بتعمل لايف كل يوم؟ يا عم دماغنا يا عم، لايف ايه اللي كل يوم يا عم؟ لايف بضل ولا نص صحتي الشركه. ولا ولا صحتي ولا ملاييني والله. اه والله لاقيين وقتنا في الشارع يا زميلي، مش عارفين ننام يا اسطى. اه احسن ما اقول لك روح افتح يا عم، افتح يا صاحبي وتعالوا نقعد. قول يعني انت قاعد فاضل ولو 25 لايك اهو، ولو مش عارف تستلم الكوره صاحبي سلموا لك انا بنفسي. انت كده روح افتح لايف وحيد، جماعة وحيد هيفتح لكم اللايف بعد اللايف ده واحد. مين اسمك؟ واحد باشا. ديدلاين يا باشا، ديدلاين. انا هنام اول ما اقفل اللايف. ديدلاين يا باشا، مش مهتم عايز انام. خيره على الكل اللي هو عليكم انتوا صعب، ما فيش حد خيره عليا يا صاحبي. مين هيقول لك وحيد خيره على الكل انت بتذله؟ ما تقوليش حد ليه خير عليا يا صاحبي. حاضر. مين اخر مرة، مين اخر مرة حسب على الهوا؟ صح مش انا حسب على الهوا. كان مش هيبقى لعبة لا مش ده عامة انت 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 اللي حسبته اصلا. صوت اصلا مش عارفك. اسكت، ده احنا نزلنا اليوم ده ركبنا مواصلات اه ما كانش النهارده، يفكر النهارده خلصت حاجات كتير برضه. حاجات ايه؟ اقول لك بعد الله. صاحبك نازل بكرة صحيح مش النهاردة؟ صاحبي نازل بكرة مش النهاردة. اه مع النهاردة 31، ده دي قلة أدب أصلا. والله انا اللي اعرفه ان هو اصلا كان هينزل الاسبوع اللي جاي. تمام. لا لا، المفروض المفروض النهاردة، هو العيال دي كلها بترمي علينا، معايا فول هاوس ان شاء الله محدش مش معاه كينج. مهتم كده كده. مفيش حد، مفيش حاجة جاهزة يعني. لا كان الاتنين معاهم كده. شوية حاجات كهربا وبتاع. لا ما خلاص بقى. و
بقول لك في تجديدات حصلت بس ما تبقى. Have you done AM today? Yeah. Fucking crappy. طبعا لا cost بس too much حاجة صح؟ عجبك. لا 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 cost لا too لا much بقول صح؟ لك بقى عجبك المرة دي بقى، عجبك المرة دي. بدأت المرة دي عجبك. لا عجبك. لا مش حاسك. والله يبقى عليك. احنا بايعين بيجل ولا صح؟ أو لا 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 تهاش رواد الله فهمك. انت فاهم عبد الله ضاحي لا يا ده؟ صاحبي بقى عبد الله ضاحي ده يجي ايه. يخلصك الشغلانه كلها وياخد 5 مليون بس. لا مش مخلصهاش لدرجة 5 مليون يعني، بس والله خلصتها بأقل خلصها بقى ب 5 مليون. عشان الكهرباء تفرقع في وشنا. صاحبي طب ما مش نيور موجود ايه ده موجود بقى. سترنا تقلقش تقلقش يا تقلقش، ستار يا رب. احنا في الأمان. استنى كده انت هتلعب خلاص. ولا انت فين اصلا؟ لا في شغل بس دي نصاية كده. في حاجة ولا ايه؟ في حاجة؟ سيبو سيبو يا صاحبي، ما بيجيبش ال 1000 جنيه ده، انا هين كرمته. بس ثبت لينك التليجرام. ونثبت لينك التليجرام ليه يا عم؟ واحد بيقول لي يا عم ثبت لينك التليجرام، ثبته ليه يا صاحبي؟ اللايف ده على الفيسبوك ولا على التليجرام؟ اوف ادخل على كريزي ادخله على بلاتي كريزي ب 30 على ضمانتي. يا انت صاحبي تمن ال 30 وانا ادخل دلوقتي عليه على ضمانتك، صاحبي ولو وقف كسبت كمان اصابع ابعت لك المكسب. كله والله مش كله عايز حاجة. والله اه والله انا بالنسبة لي كفاية انك كيفت ولعبت يا عم، مش عايز حاجة. كيفت. اه يا صاحبي اللعب كيف يا صاحبي، مرة انت مرة تكيف، مرة تكيف ومرة تكيفك كده صح. عمك ابو السيد الله يرحمه قال لي في يوم ام الكيف اللي يزل صاحبه. بس هو مظلنيش. اه عادي بالنسبة لي لازمين انت بتزل هتزل ليه يا صاحبي؟ انا بخسر عادي يعني. انا زل ايه ده في ايه يا جدعان في طب ايه؟ يعني انا بخسر. ايه؟ طب ما تيجي تقعد مع عمك وحيد يا صاحبي تعلم اي حاجة بقى. مش بقول لك انا مخمن انت مالين على جنب. قبل نفس المنية اللي انت بعتها لي اخر مرة، انت قمت مرة واحدة مش عارف رحت فين. انا اللي قمت دلوقتي خسرتهم معاكش تاني. والله انت اللي خسرت وقمت وما عادش تاني. اخسر انت الجيم ده رحت اتكلمت في التليفون ونسيت انت كنت بتعمل ايه اصلا، نسيت احنا كنا واقفين فين. صح ولا حسد ايه؟ هي حسد العاب. وصلنا ل 100 لايك يا ابني ولا لسه؟ خلينا نوزع ونخلص مفيهاش توزيع. تمام هنقفل اللايف على كده بقى. اوكي 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 سر. صاحبي انا عايز اجيب كرسي. ولا حد يجيب كرسي كده يا سايبه. يا ابني مش طايقها. ماشي باللايت اوف ذا جاد ادي هقول يا جاد. Kill the pretty in the black veil. What have you done with the prayer monk? Yeah. كنت تخيل انت كنت قاعد في الجيش اغني الاغنية دي بالانجليزي هناك. Yeah. بس كده يعني على ليه الفرحة يعني؟ وقاعدين يعني مش ليه؟ فاهمين اي حاجة وانت بتقول ايه. انت بتقول ايه؟ الولد اللي اسمه خش هتجيبك ده قاعد بملايين كتير، خلي بالك. ما يهمنيش حد انا باشا. بص يا قلبي ابو شبك انت بتخش زي ما قلت لك بتدخل الاكونت وبعد كده بتخش تدخل الباسورد. اخر مرحله خالص بتلاقي كاتب لك كده مكان فاضي تدخل فيه الكود وتحت في كلمه سبميت وبعد كده تكتب 4 ارقام صغيرين فتدخل الكود اللي هندولك وبعد كده تدوس سبميت هيديك الملايين بتاعتك على طبق من ذهب. مين اللي قاعد مع ملايين بتقول؟ هو اللي اسمه خش هتجيبه اللي على الدور معاه كام يعني اكتر مني؟ على 50 60 كده. طيب على قده. نزل لي 7. قلت لي معاك ايه؟ عمال الدور هي 10 وبنت
افتكرت عشرة وبنت، معايا سبعة وبنت. هيفضل يزود بالاكونتين بتوعه، المفروض ان هو كان خوفنا يعني. انت عايز انا ابيض بس 8 وشايب، اي حاجة صعبة هتجيب لي الترتيب. وانا رميت اول ان، لا تفلت. انا رميت، انا صفر ملايين. تعالى العمو، تعالى قلبي، بس ملايين معاك بتاعتي. ها مفيش حاجة تقعد تعطي، الله مفيش حاجة الله عندنا. الله الله بقول لك الله، سيبها لحد ما نكسب، بس سيبها صافي تكمل لحد ما نكسب. انا مشحتك فوق ال 150 لو مليون. نزلت شجرة هينك يا ابن الفقرية يا فقر، يا ابن الفقرية يا فقر، فقرت فيها يا صاحبي او طار ال 40 مليون يا صاحبي. يا ابني قلت لك اسكت يا ابني، يا ابني قلت لك اسكت يا ابني. حول الله يا رب، ليه بتعمل معايا كده؟ انا عملت لك ايه؟ انا ليه يا صاحبي كده يا صاحبي؟ سوري نوت سوري. لا ده معاه ايه؟ معاه ستريت فلوش، مش ستريت ولا فلاش، لا ستريت فلاش، والتاني معاه فول هاوس. معلش بضربها واحد تالت اصلا معاه فلاش خسر، بضربها وانا فرحان خليك، بالترتيب اللي كان معايا. الله عليا. لو ده يخليك تحس احسن يعني. نم 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 نم. ايه شجرة، ايه شجرة دي؟ اسمه بيقول لك كلوفر يا جدعان، مالكش حاجة كلوفر خالص يا زميلي. ما ايه ما شجرة. النفلة، النفلة. لا مش شجرة يا صاحبي، هي مش شجرة، هي طب يا ورقة، صاحبي، ورقة زرعة. طب ما فيش بقى لا شجرة ولا بلاك كلوفر، اسمها مفشر. ما هي مفشر فشر ده لما كنت قاعد كده ايه متدفي في الشيء تحت البطانية جنب الحاجة كده، قاعد اتفرج على التلفزيون وعمال تفشر كده. لا يا دي صاحبي، اسمها مفشر يا صاحبي. تعالى كب وعلمه كب. هذه نقرة وتلك أخرى. مفشر يعني. مفشر كب يا صاحبي، كب تعالى كب. البلاك كلوفر هي النفلة الثلاثية. اسمها ايه؟ اسمها النفلة صح؟ ما ايه الزرعة دي الصغيرة خالص دي؟ ايوه، نفلة نفلة. نفلة؟ النفلة الثلاثية. في منها تعالى الربعية، كبو كبو في منها تعالى كبو. الخماسية. الخماسية دي بقى يا جدعان بتاعت الشيطان بقى. عمك الشيطان ده بقى بإيه؟ قاعد فين؟ قاعد عمك في الشيطان. المدينة، في المدينة بتاعت زبيد. زبيد دي اللي هي ايه؟ شبه الايس اللي معايا ده كده، فاهم يا عم؟ الله يعرفك. ما خلاص احسن فيها، احسن خش ارجع في وشك على الصبح. سيبنا الشخ الشخ. مش عارف ماله بصراحة. هو انت ازاي؟ انا اقول شخ علينا؟ الله الله، احنا لازم نخسر خلاص ولا ايه؟ خسرت؟ خسرت 2 مليون. طيب يا عم، كاتش بتزعل من العيال. بلاش بقى الكلمة دي بقى، اخدوا عليها بقى وبيقولوا لي في اللايف وتبدل انها منها بصراحة. بلقى يا زميلي الناس عشان ماشي يا عم، هما بياخدوا الكلام منك وبيجي يرموا لي اتجاز العيال في اللايف عندي. ما مش عايز كده، اللي هيجيب سيرة تيز عيب من العيال هنيكو. يا عم، في يوم عيالك ما كده ابو حدش يجيب احمد سيرة تيز برضه. حبيبه شاذ، حبيبه زميلي لش على كلت واحد. وده بقى ان دل على شيء، يدل على ان اخوك السندالة زميلي عمك اسامه بيعرف يهندل اي ترابيزه. زي السلام عليكم، لايك ا بيس اوف كيك. احنا مش شرط يكون معانا كلوت عشان نكسب، احنا بنكسب كده بالحب الفهلوه. حصل ماشي يا ده، انا معيش كروت اصلا، انا رميت على ايه؟ معرفش يعني، مفيش حاجه نورت على الترابيزه، هو الوامبر اللي في عشان ايدي يبقى حد وشكرا. هي هتنزل فردة بيت دلوقتي كمان. الله الله الله، ستريت بفردة البت اليتيمة اللي معايا. جيس وات، انا كسبت الجيمة زميلي وبصوا يا حد. طب خد بقى 100 ملايين يمكن اشد فيهم ولا حاجه. مفيش فلاش، مفيش حاجة. وعلى الصلاة خد والسلام. يا صاحبي اخر 4 مليون يا صاحبي. انت مش عارف انت ليه بتعمل معانا كده ولا انت معاك فول هاوس على صح؟ والله. لا قسمت انا والاحبة اللي هناك. طلع مش كسبانين حاجه. طب حصل، انا خسران. ربنا يسامحك. معاك، معاك ايه يا زميلي؟ معيش حاجة يا صاحبي، معيش ملايين أصلا. صفرت كده؟ يا صاحبي طب ايه؟ طيب افضل فضل قد اشحن، إيه؟ فضل قد إيه؟ فضل قد إيه؟ افضل اشحتك لحد امتى؟ أنا تعبت نفسي من الراجل. فضل قد إيه؟
والله ما بهزرش، والله في حاجة غلط. فاضي 7 لايكات. خد 7 لايكات. تمام يا جدعان، افتح انا الكومنتات اعمل 7 لايكات وليه بتنجزوا حقكم؟ عايز اقفل. عيب كده. ادريكسيوني فينك يا شلبي؟ مش باين ليه يا شلبي؟ على فلسطين. ادريكسيون. شفت، وصلنا من حد ادريكسيون خلاص. على فلسطين دلوقتي يا عم، ابعت لك مارينا عم، عيب عليك. ولا صاحبي، صاحبي قلت لك يا صاحبي، صاحبي عملت يا كده صاحبي. صح؟ يوجوال 3 جيجا. يعني انت صاحبي معاك 100 مليون مقفولة، كنت بعت لي انا 30 ايه. صاحبي انا ببعت ارقام ثابته برضه. ويخص عليك يا صاحبي، ماشي. سوري عطست في وشك من غير ما اقصد. بعد 33 مليون دول يلعبوك 3 جيام ما يقعد ترابيز. عايز ايه اكتر من كده؟ 3 جيام تخسرهم ما تكسبش فيهم في ايه يا عم؟ احنا بنتهانوا. وانت تخيل ال3 ايام بخسرهم لك انت، يعني ده اللي مضايقني، مش مضايقني ان انا يعني بخسرك. طب المشكله ان احنا كده باخد منك مين نرجع لك تاني؟ ايه الفراغ ده؟ ثم لا مش دايما بتكسبني انا اخويا، والله دايما لك انت ما تحلفش بالله. ولعة. انا بس تريزي جنبي. روق انا كده واقف بس. على 7 لايكات، قول لنفسك يا حاتم انت اعمل بنعمل ايه؟ ايه؟ طيب انا اعمل واصل ايه؟ يا محمد لما نوصل ال 100 لايك. ما وصلناش ال 100 لايك، لا تلوم الا نفسك يا صديقي. اضحي اخوك، اخوك وحيد عمال بيخسر زميلي وبيشيلني انا همومه. واتفرج يا عم، اديني خسرت انا، مين هيشيلني بقى لما بخسر؟ ما حدش بيشيلني لما بخسر. دور على كريزي 30 مليون. انا محمد ابعت لي تمن ال 30 مليون يا صاحبي، وانا هطلع ب 30 مليون، ولا تزعل نفسك اما ولا الجمعة تبعت لي تمنهم ليه يا عم؟ اشتريهم انت بمعرفتك من اي حد تاني يا صاحبي، ولا كانك بتكلم عمك وحيد الموزع فشيخ، وابعت لي 30 مليون وانا حلقت. انا عايز تحط على قارتك الاعلان. ايه انا رايك؟ بفكر اعمل كده على الستريم لابس، انزل مثلا ايه يافطه كده، انزل قدام وشي كده فيها الاعلان والبتاع، ايه كل شويه ينزل فيها البتاع، او تطلع في اللايف، تعدي في اللايف كده ما سهلة. فيها رقم التليفون. انا بقول لك بفكر فكره، فكره الدعايه فشيخه دي. بقول لك ما تلعبش، ما تلعبش، ما تلعبش، انا معايا بنت. يا ساتر، يا ريت انك تلعب. ما حلو البنات يا ريت عزوا، ما كنت لعبت. عزوا على الترابيزه. خلاص صحيت، سيب بص في حاله دلوقتي. صاحبي هو اللي سيبني في حاله يا صاحبي، الولد ده فشيخ. عايز ايه ده؟ بتكلم هنا ليه؟ طب ماشي يا ايوه صاحبي، مالك يا ايوه صاحبي؟ ايوه. فين؟ ازاي؟ منين؟ ليه؟ ماشي بنور الله. لا لا لا، زود له، زود له، معايا ليه ورق، يا اسطى؟ انا معيش يا اسطى. معايا ورق، زود له بس، زود له صاحبي، اعتمد عليا. زود له الله، بطلنا في نص الشارع. بس، فلت خلاص حبيبي. شوف سكة السلامات. شكرا يا محترم. بص بص، ما 200 بيخسرش. يا ساتر يا رب، يا كسبت ساتر يا مليون، رب. مليون خلاص يا ونص. صاحبي، حسام حطها معاك يا صاحبي، قال لك قص ما بيخسرش. باظت باظت خالص زميلي، الشغل ايطا باظت. حرب الشاطي فصل يا ابن الفقرية. اوي كتر وعمل ظابط. بيو بيو صوت هلامي عباسي سامت قاضي. صاحبي مفيش حد غيرك في الدنيا كلها يعرف الأغنية دي، ايه صاحبي انت والله اللايف، العظيم ما حق. اللايف كله يقعد يغنيها دلوقتي. مين يعرف الأغنية دي دي غيرك؟ بدايات عمك ويجز ده. السم ويكس. لا لا لا، ارفع عليك قضية دلوقتي. بص يحبس اللي جايبينك في اللايف، فين لك الشركة؟ أنا آسفين، هو بس السم بتاعي. امك لو له ايه القرف ده؟ هسيبها في لايف كوستوميات. العب العب يا ابن المحظوظة. ألعب إيه يا صاحبي؟ فردة بت بتتهان. أنت بتكلم نفسك صح؟ والله افتكرتك معاك بيتين. والله انا بقول لك العب عشان انت معاك فول هاوس. تسعة وتسعين لايك. يعني هي فاضل لايك اعملها انا يا عم. سلام، اعملها على جنب يا زميلي، اركن انت دلوقتي. اعملها على جنب. طب بص، واسع واسع جنب تاني مش جنب انا. طب انت قلت محمد اعملها على عبيدي جنب. بص جاي في اخر دقيقة في اللايف، السلام عليكم تزعك واد. لا، محمد عبيد شخص رجولة وجميل ولطيف ولذيذ و جميل ليك. رتاخ. دود I lose too much. عايز كام يا صاحبي؟ قول لي. قول لي، شحتني شحتك شحتني كتير.
يا دوري يا شحاتك انت يا كلب. لزعت عيني. بص بقول لك ايه، نادي الحسام ده باين هو فين؟ اكسب بقى وحيد، خسرنا لك اسامه اهو. مش شغاله يا مولانا، عارف غيره كسبني انا وهو. هات لك كوره بيجي عشان يلعب. مش عيب ولا حرام. الدنيا شايف مين مع دبل ايز ده؟ دبل ايز متى هتلاقي واحد ما خدها فور اوف كايند؟ ايه على طرب طرب اتوقع فور اوف كايند. افكر العب لحد الاخر عشان اشوف الورق. نو تقريبا ما حدش معاه ورق اصلا ولا احمد للاسف ما شفناش ورق. حسام لو واخد بان مش هينام يقص ليه يا ليه؟ صاحبي؟ هياخد بان في دماغه. بس معاك ولا يا خبيث لئيم. معايا 8 و9 على 2 بلاك لوف، معايا 9 و10 خلو. خلو اخد البان على السرير. انت معاك ايه بتقول؟ 9 و10 معاك ستريت يا زميلي. بص يا زميلي ستريت للأرض ده. فين الستريت اللي معايا صح؟ معاك نازلي 10. بنت. طيب بنت دي عادي يا زميلي. روان ده تشيك، روان ده تشيك، محدش معاك روت. بنت يا زميلي اخرب. في كذا حد معاه بنت، على بس كذا حد مع بيت. ايه يا عم انت معاك العشرة تاخد سريت غبي ولا ايه؟ في كذا حد قصدي مع العشرة، انا اسف. قسم يا عم ماشي، كلها هتقسم الا يزيد. بص يا زميلي حاتم قال لك بازيز بازيز خالص. مولتو زميلي عاملة مولتو مجنون، مولتو مصرية رضا تقريبا عشان ما اموتش هي من لو مش الكوين. مصرية فتمام، احنا بنلعب بقى حاجات فمعلش البطة والله. الأكلة الرسمية دي. لا بس أنا قررت أزميلي على المقاطعة لسبب واحد بس، ايه هو؟ أن أدعم القضية المصرية، تزود الاقتصاد المصري، الغلاء زاد قوي، فإحنا لما نشتري المنتجات المصرية بتاعتنا زميلي ده هيزود ايوه الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت هيقلل استهلاكنا إحنا. يعني علبة النسكافيه ب 80 اه جنيه بنروح نجيبها إحنا عشان نجيب نسكافيه جولد ب 200 وشوية، ليه يا عم إحنا يهود؟ اه ب 80 جنيه ونفس الكواليتي، هو بس ميزز شويه بس نفس الكواليتي. ما انت لو رحت دفعت 200 جنيه في نسكافيه تبقى فعلا يهو literally. ليه يا عم؟ ما على ايدك قاعد مرمي اهو، ما خلصوش حتى، ما تدهوليش حتى. النسكافيه خلص يا صاحبي، الشاي هو انت اللي عارف، خلص انت عارف ليه انا ما بشربش نسكافيه وشاي؟ عشان ما بحبش مشروب الصبح اصلا. لا عشان بقعد لوحدي ماليش حد يعمل لي لازمه. تعمل ايه يا ابني؟ انت هتحط الفتل في الكوبايه وتغلي ميه في الكاتل، تكب الميه على التاني خلاص خلصت. بكسل اقوم اصلا زميلي، انا بكسل اشرب زميلي، والبيضه تبقى بجيب يعني ربعها خلاص بالظبط يعني خلاص بساعة. يعني خلاص هنقطع يعني خلاص امانه لا برجوله قالوا كده، انا اخر برجولة مره يعني؟ ما جبتش شويبس قلت لهم قال لي لا ما لا بهزرش والله. فور ريل هنقطع بجد يعني؟ اوفر بجد خالص. طب اخر بق بيبسي معايا ما ينفعش ارميه، انا اشتريته خلاص بقى. كبه يا باشا كبه، عيب كان ارميه؟ اراده كبه والله العظيم اللي انا كبه دلوقتي حالا يا صاحبي. في بقك ايه يا صاحبي اللي ده ايه يا صاحبي؟ بيكبوا في كوباية. يا صاحبي على رأيك والله هات تاني، بيقول لك البيضة تبقى جنيه وربع. البداية ايه؟ تبقى جنيه وربع يعني لو في واحد احنا مخصي لما اتنين جنيه ونص هنقطع ايه؟ هيخلف تاني. خيو 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 احنا هنقطع ايه بالظبط يا رجالة؟ معلش عشان يعلم ان احنا بنقطع بالبيت، ما خدتش بالي. طيب يلا نوزع كود ولا ايه؟ تقريبا كده تقريبا انا اللي كان معايا فول هاوس عشان السبعه دي، هتلاقي واحد معاه 8 دلوقتي هياخدها فور اوف كاين مش عارف ليه. I feel like that. بس تاني بقى كلهم بالكينج فاهم، فول هاوس بالكينج طرب طرب. طب ايه طيب؟ تم شحن هذا الكارت من قبل مشحون.
هو اصلا مسح الكومنت بتاعه تمام يعني. يا المهم صاحبي الاستريبسو دي ولا مش عارف اسمها ايه دي، عبده يا شامي والله طعمها معفن. ده غير اصلا ما لقيتهاش يا صاحبي في السوبر ماركتات، انا نزلت سوبر ماركتات عندنا في اسكندريه ما لقيتهاش والله ما لقيتها. What the hell nurse is this? ما لما انت هتقطع كل حاجة هترخص والدنيا عندك هترجع زي الأول. حصل، فاحنا بنعمل كده ما عشان انت كده. يا صاحبي ما ينفعش تقطع كل حاجة يعني، أنا وأنت يا صاحبي هنقطع كل حاجة تمام، احنا ناس على الله، احنا هننزل ناكل فول وفلافل ونظبط الدنيا كده على حتة جبنة قديمة وخلاص اتعشت حلو. لكن اللي عنده عيال يا صاحبي واللي عنده بيت واللي عنده هيقول لهم احنا مقاطعين؟ هتيجي تقول لابنك ولا لبنتك احنا مقاطعين؟ يا معلش يا صاحبي بابا احنا نفسنا في شيبس يا صاحبي مقاطعين؟ يا عايزين نشرب صاحبي بيبسي يا بابا احنا مقاطعين؟ ما تجيب له يا ابني شيبسي يا ابني، ايه المشكلة؟ ما عندك تايجر. طعمه معفن يا عم، كله ده مواد حافظه مقرف فيها يا صاحبي والله. لا جميل والله، هو بتهيألي. عموما اي شيبسي طعمه معفن، انا بالنسبه لي ما بطيقش الشيبسي، اي شيبسي بقى مهما كان نوعه. طب يلا لكن نوزع الحاجه ال اسمها اي الشيبسي كان معفن، اي وبالذات يعني الرمان شوف سلمان معفن، اه مش عاجب. خدتها على بق تلعب؟ واحد زي الحمار. اه نعم، لا ده كان معاك كبده، انا كنت عايز اشرب اي حاجه. ما تفكرنيش بالكبده، كسوم ابو حلمي. تعرف المو البدري؟ اعرف المو البدري اه، كان بيلعب زمان على ليبرا تقريبا. الفروبتشينو في ستاربكس بقى ب 20 جنيه. اه انا فعلا شفت الحوار ده. هو المو بعيد عن ان هو بني ادم مثقف شويه، بس هو ما نرجسي وهب منه، فما بتقدرش تتعامل معاه بصراحه. لا يا يا عم ابني، انا فلت مرة حلوه يا صاحبي، فلت مرة حلوه عشان لعبه هنن. مفيش حاجة اسمها انا ابني الارتباط في حاجة لازم اجيبها له كام الفاضي ده كله. لازم تعرفوا ان الحاجة دي ما ينفعش تيجي عشان 1 2 3 ده هينمي جواه القضية الوطنية يا زميلي. هينمي جواه كل انا حاجة على شايف ان عيني احنا وعلى انا راسي شايف ان احنا يعني. بنتكلم في حاجة ما ينفعش نتكلم فيها، في مكان ما ينفعش نبقى موجودين فيه. حصل حلوة كده. كل ده عشان الحمد لله ان انا فلتت. كوباية بيبس. طب انا هين حلوة انت، كده، مش جاي معايا اخسر تاني بصراحة. حلوة كده. انا قاعد عمال فلت، ويوم ما جه له ورق فلت غصب عني وطلعت كنت هخسر تمام يعني. انا معايا 32 مليون يا زميلي، 33 مليون يا زميلي، هات ملايين. ولادي فعلا مقاطعين مش بيشتروا. بص يا زميلي، هي بس المشكله عندي في حاجه صغيره بس، يعني ان انا بجيب بامبرز، فالبامبرز مش هينفع ان انا ادري الكواليتي بتاعته ايه. هخش في تسلخية واعرف حوار كده. طب ايه، وصلنا 100 لايك، اه يا حبيبي سم نهاري، بتاكل ايه؟ شفت طب يلا عشان انا كمان عايز اكل، عامل ايه؟ طيب عايز اكل وانام. عامل ايه؟ انا عامل ايه؟ انا عامل ايه؟ انت اللي معاك نوزع السكريبت يا اسطى. واه. لا 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 لا، ليه معايا السكريبت؟ ما السكريبت عندك في البتاع، انا ما فتحتوش، بفتحه كنت بظبط الكهرباء. لا انا جيت قبل اللايف بربع ساعة اصلا. لا والله تاريخ ما رنتش عليا، يعني انا ما صحيتش مش عارف يصحيني. ايه ده، دول 6 والله وينرز، اللعب ده في 6 وينرز. اسحبهم بقى. تمام، هديك الاكواد ده ايه عشان تسحبه. طب خلاص انا هسحب الستة كدبانين دول يا صاحبي، وانت اعلن يعني انت عن الكود الكبير بقى وظبط حالك مع الديسكورد وكده. انا محتاج اكلم حسين الملواني، هو فين؟ حموكشة؟ لا حمكش التاني. الرهوان التاني هو قال لي محمود، بس مفيش غير احمد اللي فاتح تقريبا، واوي اصلا عم اوصل ل 2-1 whatever not our issue. بالظبط يعني. كلام اي حد قصدي، الاثنين واحد، الاثنين ادمن، الاثنين هيدوا الغرض. مالك في ايه؟ اه طيب ما تزرجناش بقى. وليه؟ طيب عشان طيب اقول له هاي، ياه قول هاي احنا تليفونات، استلم يا صاحبي الكود من على ممكن التليفون، نتعامل وبعد كده في اي وقت بفتح الاكونت على الكمبيوتر خد ملايينك. بالظبط. اهم حاجه انك تستلم من الموقع عادي جدا، وبعد ما تستلم من الموقع بقى خلاص معاك كريدت في اللعبه، معاك 30 يوم، الملايين هتبقى في الاكونت معاك لمده 30 يوم. اي وقت خلال ال 30 يوم تفتح الاكونت بتاعك هتلاقي هديه بتنور بتهز فوق كده. انت لو معدي في ال 30 يوم اكيد هتعدي على سايبر سوم ها او سوم وير، حتى لو معكش فلوس خش قول له، بقول لك يا زميلي احلى مسا عليك، فتح الاكونت بس ابص عليه بقالي فتره ما بفتحش، هتفتح الاكونت تاك تعمل كليم وشكرا،
كفى الله المؤمنين ايه شر القتال. طب يا صاحبي الزعبلاوي ما بيردش عليا، ايه العمل؟ ولا محمقش من زعبلاهم في القمة عليك والله زميلي. قلت له واحدة هاي ما بقولهاش لأي حد والله يا عم والله. ولا أحمد أكا أحمد ولازم الفون أصل أنا على الكمبيوتر. ما تسحب من على الكمبيوتر يا عم، الكمبيوتر أفخم. طب أنت مش معاك كمبيوتر ومش عارف تنزل سايبر، هتفتح من على التليفون، هتفتح البراوزر، هتخش على اللينك اللي احنا حاطينه، هتستلم الكود، هيقول لك تعمل الكود معاك، بس عشان تاخد الكود لازم لازم وحتما لابد تستلم من كمبيوتر، مفيش هنا الكلام ده. ده السايبر بتاع السايبر، اه زميلي ما عندنا منهم كتير دول. ده كده ولا حاجة، ده بيخش يقول له زميلي معكش سجارة. ابني واحد يكلمه انت بتاع. كلم وحيد. بتكلم والله انت فاجعتني انك بتكلم وانا مش عارف انا بكلم مين وفين. اكلم مين؟ حسين الزعبلاوي الدين ال اه طبعا اختار ستة كسبانين صح؟ فين الستة كسبانين ده هيكسبوا الاكواد؟ انا المفروض اللي انا اسحبه وانت كنت هتهندل، بس ماشي اسحب الاثنين بشوف. شوف ربنا يا مؤمن. I did my best والله. واحد بعت لي تريد سيو 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 سيو. ماشي حد يرد الكود هينزل فين؟ الكود هينزل في الديسكورد يا محمود يا رمضان. الكود يا جماعه ثبت يا صاحبي، ثبت ثبت لو رابط القناه على الديسكورد في كومنت بس. اصلا فين قناه الديسكورد؟ بوب انت هتبانجني ليه كده؟ ما تحطش كود غير لما اقول لك يا زميلي. هو انا اكون شاكر افضل لك والله لو بعت لي اللينك. ابعت لك اللينك. حاضر سلام. انت تقدر انت تقدر انت يا قلبي. invite people ناخد كوبي. ماشي light of the god. هبعت لك اللينك بتاع قناة الديسكورد تحطها في كومنت لما تثبت. يا رب نلحق طلعت رجب. استنى استنى حموكش اقول لي استنى. الأخير ده مش من عندنا. الأخير ده من عندهم يا بيه. يا صاحبي ما انتوا هتخشوا على الديسكورد دلوقتي. انا هبعت لكم يا جدعان رابط الديسكورد يا جدعان وهنروق عليكم. لا تقلقوا لا تقلقوا، هندي لكم وقتكم وفرصتكم ان انتوا تدخلوا وتظبطوا حالكم وخافوش. بعت لك يا زميلي لينك الديسكورد وكله يخش على الديسكورد. حصل. وهنستلم الكود وبابا وماما نهت. حصل يا صاحبي حصل. وطحينا اللي هيضحك في الكومنتات هصحاهم من الستة كسبان. هنا من النوم. وحيد يا الوحيد. ايه يا قلبي فين اصلا؟ هنقول لك يا صاحبي، هنقول لك على انهي قناه في الديسكورد. اصبر انت قايم من النوم مفزوع ولا ايه؟ كلم مين انت؟ شايفكم انت كلها ضحكت على شريك جامد ازاي؟ حصل. ايوه انا كنت موجود ساعتها لما قالوا كده. هو كله حط ايموجي، محدش حط ها ها ها. لا في واحد حدم زي عزت حط مصطفى حدم عزت بقى بيضحك. بص بيضحك من قلبه يعني. اول كسبان معنا حدم عزت عشان ضحك على نقطتين فشيخه. بس اقول لك لو كسوم المجامله اصلا ده بيضحك. بص يجي بفرد تشيش هتروح تجيبها. صاحبي ثبت الحموكشه في الحركشه كانت اعمل حاجه. هثبت انا خلاص انت مالكش لازمه. ايوه انا بلعب دومينو عشان ما يبقاش قاعدين مش حاجه في اللايف. دمك شربات شربات. بص بقى الحركه دي، ده في فرده جار هاتها ابسي. طب خد شيش ومفيش شيشات اكسر يا حر. رابط الديسكورد اللي هيتوزع فيه الكود.
بص دي وانا اه لا بص كسر ايه ده، ده حطها كده. بص بقى الحركة دي هتنزل هنا اخلص. يوه سام هتكسب حسام عشان بيضحك من قلبه برضه بقاله مدة. غيث انت لو فضلت شغلك في اللايف والله العظيم هكسبك. ليه يا عم، غيظ جميل. كسب ضوح زميلي بيضحك برضه. كسب ضحى بيضحك. اه حلو ضحى، تعالى ضحى. لا 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 ضحى جه في نص اللايف استفزني بكلمة مش لا هتروق لا علينا بقى اصلا، لذيذ استفزينا صاحبي والله. لذيذ والله، لذيذ أي لذيذ. عشان خاطرك انت، عشان خاطرك انت فاضل تلاتة بيحضر معايا بالليل أصلا. يعني. اللي بيونسني. على الفيس بس ما بيكسبش، مين قال ان على الفيس بس ما بيكسبش؟ ما بيكسبش ايمن. طب تعالى ايمن انت كسبان ايمن، يلا ولو بينا حد أصلا. قلده في الكومنتات هزقه. مين أيمن أصلا؟ معرفش أبو شبكة زميلي قاعد معانا من بدري زميلي. ابو شبك، تعالى ابو شبك. فاضل لنا واحد يا جدعان، فاضل لنا واحد. شلبي بيضحك ضحكة فرس النار ترى من ون بيس. ماشي لما تبدأ بقى زادي فلوس. اوكي يا جماعة وعامل بمودي شير، عامل بمودي شير بيستغل مودي يعني زميل. تعال ايه مين فاضل كده؟ عندنا واحد يا جدعان. طب ايه واحنا ايه؟ احمد ابراهيم اختفى اختفى اختفى، وجا سعد التوزيع بيقول لك طب ايه واحنا ايه؟ اتك عليه. مبروك يا شامي، انت مبروك ايه يا ده ايه شامي، ده انت ايه ده ايه بتبارك ده ايه ده لنفسك مش مكسبك. بقول لك فاكر اظن عم لما ايه كنت بس طب علي، عم ايه بس انت خليت فيه. عم انت فين يا عم من الصبح؟ عم اختفيت وجاي على التوزيع وعايز تكسب، عيب كده يا صاحبي. قدرنا نقدرك يا صاحبي، احمس حبه جه يا عم. انت عارفين التكمله بعد يا عم بنقول ايه؟ ولا it bleeds. لا يا صاحبي هو يا عم بعد كده تلاقي كلمه وبعدها كوب، هم فاهمين الدنيا. ماشي بنور الله. وكنت موجود بالاكونت التاني. اه الاكونت التاني اسمه ايه بقى؟ احمد ابراهيم دخل باكونت اسمه ابو علي. ايه ده كبو اللي جابه اه دلوقتي؟ جاي يعمل ايه هنا؟ انا لو كسرت كامبو دلوقتي هتبقى تعريصة كبيرة يعني. ماينفعش هو اصلا جاي يشكر مش جاي يتكلم. طب ايه طيب عشان طيب تمام يعني كده احمد ابراهيم كان موجود بالاكونت التاني واثبت ان هو كان موجود بالاكونت التاني، خلاص يبقى احنا كده مش هنكسبه. نختار مين بقى؟ ماشي يا وحيد. انا فاضل لي واحد، انا فاضل لي واحد هدوخ الكومنتات كلها عليه. اقول لك انا كسب مين. انا يا ابني لو كنت ظابط كنت حبست اللي جايبينكم كلكم. ماشي بنور القد أدعي وأقول يا انت كسبت ايمن، انا سحبت اسمك. كبو. هتخلص بس اللايف وهبعت لك الكود في رساله من الاكونت بتاعي اسمه وحيد فاضل، فانت هتلاقي رساله جات لك في رسائل الاذرز، فانت بقى شيك على رسائل الاذرز النص ساعه اللي جايه. والله كبو طالع كامل الفايدي. انا هو انا هو انا هو عرفت انا بص كنت انا مثلا هغمض عيني، انا هغمض عيني وعلب كده، واللي الماوس هيقف عليه واللي كسبان اخر واحد عشان مش عارف اختار مين بصراحه. اغمض عينك يلا يلا لا 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 نختار مين، نختار مين، نختار مين، نختار مين؟ قول لي كسبت انت يا يا صاحبي باشا. اوقف امتى، افتح امتى؟ ما لازم يعملوا سبام كومنتات الاول، سبام كومنتات يا جدعان، يعني اقعدوا تحطوا كومنتات كتير كومنتات كتير عشان الكومنتات تقعد لا تفيد لا اصلا. لا لا دي بتبوظ اللايف، انت بتعمل ايه يالا؟ عشان ياخدوا بان، بتعمل ايه؟ عشان بتبوظ ياخدوا اللايف بان، دي، عشان بتبوظ ياخدوا اللايف. محدش يكتب سبام كومنتات، لو حد عمل سبام حد يبان. زي بالشغل وبتفرج عليك فاهم، فاللي هو عايز ايه يعني يجيب ضميرك. صاحبي هي جت خلاص على محمد سليم الاه هلاوي، لا لا الاه لا هلاوي معانا من الأول ده. اه معانا من الاول.
الراجل متفائل معانا من الاول وزي الفل، زي كل طب حاجه حلوه. يلا، عايز لسه اكل واخويا مسافر بكره، اطلع طب اكل اعمل من ايه؟ بكره انا سحبت وعايز الست انام. كسبانين، خلاص انا سحبت الست كسبانين، والرجاله المفروض ان هي تكون دخلت على الجروب بتاع الديسكورد من الكومنت المتثبت، عشان الكود هينزل هناك يا جدعان، يلا يا الكود جماعة، هينزل على الجروب بتاع الديسكورد. يلا كله يخش، كله يخش يا وليد. وليد مين؟ اه بمناسبة وليد، اوعى تنسى وليد، انا عارفه. ده انا عايز انجفه، طب اقول عرس لو كسبتني. اي حد اسمه وليد يا جماعة يغير اسمه عشان مش هيكسب. حاجة هبعتهولك بعد اللايف من الاكونت بتاعي. حاجة عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ انت بعتلي فلوس، تمام، سوري ما خدتش بالي، نسيت ان انا ماسك الواتس دلوقتي. اصلا كلمه يا عم، ايه خبر وخلاص يا عم. لا صعب، ما ينفعش السلام ولا خول وخلاص، احنا ما بنشتغلش معانا خوالات صح، احنا كل اللي معانا رجاله. انت كله كلام مهزات. احنا شعب كده نحب عايز نشتم ايه في يا نفسنا. صاحبي؟ والله كانت ملايينك بس عادي، ماشي يا صاحبي، ابعتها لي لازمني، ابعت لي ملايين صح اللي معاك صح، عشان دي ملايين معيش ملايين يا صاحبي، صاحبي، دي ملايين معيش ملايين، انا اعمل لك ايه؟ انا اخلق لك، صاحبي، ده من لحم الحي بتقطع في جدتي انا اعمل ايه طيب؟ عشان طيب. حد يبعت لينك الديسكورد؟ ما لينك الديسكورد موجود في الكومنت المتثبت. قال اتنين شركاء عندنا. والله هينزل لينك امتى الديسكورد يا جدعان في الكومنت المتثبت يا جدعان، لينك الديسكورد اهو يا جدعان، لينك يلا يا الديسكورد جماعة؟ اهو نزل 3 خالص. 2 1 جو. بام 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 ويلي هو بام يا بام. صاحبي، انت هتنفجر ولا ايه؟ توزيع الكود هنا، توزيع الكود في الشات ولا في الجيف اواي؟ عشان انا كنت شايف صورة في الجيف اواي بتاع دي. عرفهم ان الكود هيتحط فين في الجيف اواي. حاضر 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 حاضر، في ديلي جيف اواي وفي تمام، كود جيف اواي، اتحط في الكود جيف اواي صح؟ كود جيف اواي. هيبقى في كلمة كود جيف اواي، كود جيف اواي صح، افتح لهم شير كود سكرين جيف اواي. تقول لك اعرفهم بتبعت ازاي. لي الكود؟ طيب ما تبعت لي انت الكود، ابعت لي عايز الكود كلها اكشلي يعني، اصل ما بعتلك الاكونت كلها، فاضل الكود الاخير بس، ابعت لي الكود الكبير ده عشان ابعته للراجل اللي نزله. بس ده كبير قوي، خلي بالك، خلي حد يشيله معاك. اقول لك ما ينفعش اقول لك انت الكلام ده. خلاص يا جدعان انا بعت له الكود، الراجل هينزل الكود دلوقتي في الجروب او في القناه بتاعه التليجرام بتاعه اللعبه، تجرب ايه؟ في ديسكورد يا از مولانا. الديسكورد بتاع اللعبه، هيبقى كود جيف اواي. معلش يا صاحبي، ما كلها كلها جروبات اللعبه، ايه المشكله استنى هنا؟ بس، ما غلطتش في ال، عايز اعمل لهم سكرين ولا حاجه، يشوفوا الديسكورد ولا هم عارفين ولا ايه؟ عارفين يا جماعه مكان الكود ده؟ هتخش على كلمه كود جيف اواي اللي على الشمال، انت هتلاقي السيرفرات او الشانلز اللي مفتوحه عندك على الشمال دي، هتلاقي كلمه كود جيف اواي، هتلاقيها في هو الجيف المفروض اواي يعمل منشن اريا يعني، المفروض يعمل منشن لإيفري ون يعني، المفروض. وبعدين يمنشن كل اللي في الديسكورد يا جدعان. تنبيه لجميع اللاعبين، الكود هيتبعت في خلال دقيقة في القناة دي هي. مساء الخير يا رجالة، الكود هيتبعت في القناة دي خلال، بيخليكم مستنيين. خش يا جماعة كله على المنشن اللي اتعمل ده يا جدعان. الراجل بص يعمل ده اكتر من كده، الراجل نزل، يخش كل واحد الله، يجيبه من باب بيته. مش كده، مش كده، هو انفعل شوية بس هو عنده حق، هو صح، هو تمام. ولا صاحبي عمالين نقول كلنا عملت قلب اهو، هتخلص اللعب لو عاوز ماشي. يلا يا جدعان كله يخش. فاست دقيقة فاست واحدة فاست بس، فاست. دقيقة واحدة بس وهينزل. يلا رداله، يلا رداله، الكود ده زميلي للناس اللي مش عارفانا، يعني الناس اللي مش قاري سكريبتاتها. الكود ده ب 5 مليون يا جدعان، هيستلموا 30 واحد، 30 واحد في 5 مليون، ار يو كيدنج مي؟ دول عاملين ياما اوي. 5 في 30 بكام يا زميلي؟ 150 مليون. يا نهار ابيض، 150 مليون يا كفره يهود، انتوا عارفين دول بكام دلوقتي؟ كام دلوقتي؟ ب 450 جنيه. عارفين يعملوا كام علبة نسكافيه دول؟ البوس لا انت كده يهودي، مسألة، انت كده مصري. تمام، نسكافيه يخليك تبطل النسكافيه خالص، يوفر يسطا يسطا، لا بيقولك لما بيتعمل بيتحط عليه حبة لبن كده بتكسر اللزعة اللي فيه، يبقى زي الفل. وانا يلا يا تايه جماعة، في صحراء واللي لقيته قدامي. within 2 minutes. زميلي احنا في صحراء وتايهين ومحتاجين حد يقف في صفنا، محتاجين حد يدعمنا.
ليه حد يدعمنا لما احنا ممكن ندعم نفسنا؟ يا ابني احنا 100 مليون مصري، احنا كتير، احنا حفرة. الله يمسيك بالخير يا احمد حلمي. احنا حفرة، احنا 100 مليون مصري، احنا 100 بيقول لك مليون محمد مصري. سلمت نازل عن المسرحية وبتاع وخلع، قال لك لا انا مش هطلع في المسرحية وكده، شفتها. ومحمد انور ابن الاحمر حط مكانه. تقول ايه زي يلا بينا يا جدعان، يلا يا جدعان، الكود هيبقى في خلال دقيقتين. يلا بينا يلا بينا، الكود بيوصل، الكود بيوصل. ها ها ها، هيفرقع يا مولانا، هيفرقع يا مولانا، هيفرقع يا بس حبيبي. انا متابع الاذرز واح زي ما قلت لي، هتخلص بس اللايف يا ايمن وهبعت لك يا صاحبي، يا رب بس ما تنساش وما نام. بص يا صاحبي، وعد مني لو نسيت وما نام هبعتهم لك بكره والله. انا بتابع الاذر يا ما قلت لي. ايوه زميلي اذرز. ايه يا زميلي خليك بس انت بتابع بس الكود اللي هينزل دلوقتي ده. بص الكود هينزل ايه، هينزل ايه، هينزل كله هينزل. بص هينزل اوف، هينزل اهو، الكود نزل يا جدعان، الكود نزل يا جدعان. طب ايه، مش خلاص الكود نزل ولا ايه؟ مش يلا بينا احنا. ايه يا ابني، انت رميت وتقعد تجري؟ قصدي يعني عشان عيب عيب عيب، اي نكبر بقى هو السين بتاع كمل بس بقى. السين بتاع باك تو سكول ده يخلص امتى؟ انا شايف ان احنا في نص السنه خلاص هياخدوا اجازه. باك تو سكول، تعال الرجاع على صفايفي فين؟ تعال اللايف ده، حط الكود فين؟ ايه تاني تاني، اسأل تاني مين بكر. الله يسامحك، الله يسامحك، عشان انت صاحبي مش سألك يا صاحبي، عشان انت ليل. يا ليل قلبك اي سي ولا اي سي ولا ايه بكره؟ والهاء بكرة؟ ايه والهاء بكرة بس؟ لا مش فاكر الاغنيه بس هي بتمشي كده. انا سمعت ان هو رخص وحيد، انا والله رخص انا هغلي ليه؟ مين ده اللي رخص؟ الملايين، مين قال ماني رخص؟ واحد عايز يفصل هيدخل لي دخل دلوقتي، ده انا زبون اكتب هات مواصلاتي تقريبا. ازميلي هتضيع حاجه الساعه زي والله والله ما عارف اقول لك ايه، والله انا شوف العجب يا جدعان، والله الحمد لله انا الديسكورد عندي معلق، الحمد لله الحمد الحمد لله. لله، عتقت حاجه لوجه الله بودة. يا عمو ده انت وحيد. وغيث عاملين زي الجراد يس. في 2 جراد تاني بس مش موجودين. طب ايه اسمك عمرو يبقى مش هتكسب يس، هي اللي مش طايقه حتى لو ابو فنان الناس. طب يا جماعة استلمتوا الاكواد خلاص؟ خلصت كله استلم الكود. اجدع رجالة والله، تمام شباب، يعني مش عارف اقول لكم ايه عامة، يعني كل سنة. طب هو اللي بيتكلم، انا بره اللايف. افتكرت شوف هو استنى، عايز ايه. وانا كنت صغير كنت مش عارف، كنت في اعدادي تقريبا، كنت في كورس انجليزي. وكان دايما يقول لك ايه لما حد يقول لك هاو ار يو ما تقولوش ام فاين ثانك يو، ما ينفعش تقول كده، دي ما ينفعش تتقال، في مليون رد تاني وفي مليون حاجه تاني ومش عارف ايه وبتاع. فالاختبار بيقول لي هاو ار يو، قلت له ام فاين ثانك يو. ماشي عدى زميلي بتاع 6 شهور بنتعلم حاجات كتير، منهم انك ما تقولش ما تقولش كده. فانا قاعد دلوقتي في دماغي بتقول له مش قسم تاني. تأسف منك ليه؟ لو مش كويسين طيبين. طب ايه؟ انا عقفل اللايف، نورتونا رجاله. اللايف دي كانت بمناسبه الهالوين، بالنسبه للناس اللي مش عارفه ايه الهالوين ده، صح؟ سرش بقى، تعرفنا ليه سرش. فتعالى يا صاحبي افلام الرعب، لما العيال بتتنكر يا صاحبي كلهم بلبس غريب كده وبينزلوا الشارع يلموا حلويات من البيوت، ويطلع في الاخر واحد من وسطهم قاتل مش متنكر ويدبح في دينا ابوه، انت عارف بقى الليله دي ده الهلوان يا صاحبي. كان المفروض يا صاحبي يطلع عامل فيها فامباير، بس ما جابش اللبس في اللايف فما عملناش حساب خلاص. وبعدين يعني عامل لكم رعب اهو في السيم، حاطط لكم شنطه مدرسه، اكتر من كده هنعمل لكم رعب ازاي؟ خلاص طيب والله من اول اللايف. ابو بكر ابو بكر ابو بكر، أنا ولا إبراهيم ما تحلفش ابو بكر، هتسخط قرده صح؟ محدش هيحلف لك موز، عيب. انت جاي في بعد اخر ربع ساعه من اللايف صح؟ انا متابع الكومنتات،
ابعت لي كودة وحيدة. طب يا جدعان ثانية واحدة، محمد سلم الأسليم الأهلاوي اتكنسل، انا اسحب واحد تاني غيره بس قبل ما نقفل في ثانية واحدة. ثانية مبروك واحدة يا بس، جماعة، الناس كسبت، الناس اللي ما كسبتش ادي ولا حاجة حتى مو كسبان اصلا. اصلا. اللي اسمه اوف سليم مش عارف ايه الاهلاوي ده، محمد سليم الاهلاوي ده اتكنسل عشان زنانه، عايزين واحد تاني غيره. يا اسطى، ربنا يسامحك، ماشي هسامحنا اخوي. يا وحيد المريم مش هترخص، هيكلم ابن خالته زميلي، شفنا الحوار ده بيقول ايه. اما ليه مش بيرخص يا صاحبي؟ مفيش حاجة في الدنيا دي بترخص غيرنا احنا صح. تعال احمد ابراهيم، تعال يا اسطى احمد ابراهيم ودني اتسحب مكانه. ودني وجعتني من السماعة يا اسطى، انجز. خلاص سحبت مكانه، عارف اللايف دلوقتي على طول ابعت لكم الاكواد الرجاله. الناس اللي كسبانه معايا احمد ابراهيم، حاتم عزت، حسام، مصطفى، عبد الله، روحي، ايمن عاطف، ومحمد ابو شبك. بعد اللايف على طول هبعت لكم الاكواد كده نفر نفر، ونشوف الليله دي بتقول ايه. خلاص رجعنا ورتونا، تسلموا، اصبحوا على خير، نشوفكم ان شاء الله بكره ولا بعده كده بقى مع لايفات لطيفه لذيذه جميله. باي أنا كنت بعمل تصوير صوتي دلوقتي. باي باي باي. يعني.